Good afternoon, ladies and gentlemen. As I mentioned, we are working according to Swiss time, and my Swiss. كما ذكرت نبدأ مثل الساعة السويسرية في الموعد الدقيق يقول الرئيس. النقاش كان بالطويل صباح اليوم ولم نستنفد قائمة المتحدثين وسأعطي كلمة لماركوس. شكرا سيد الرئيس. أود أن أحدثكم عن منتديات الممارسات الفضلى. كنت سأنوي أن أتي غدا، ولكن نظرا إلى أن الكثيرين قد تطرقوا لهذا الموضوع وطلبت إلي أن أختتم هذا العمل مع الأمانة، أود أن أقدم لكم تقريرا موجزا عن الوثائق الناتجة عن الاجتماع. قيل أن هذا العمل مفيد وأن هناك مجال لتحسين الوثائق، وقيل أن الوقت كان بمحدود، أي الوقت المتاح، إلا أنني يسرني أن أعلمكم بأنه في الأسبوع الماضي فإن الأمانة قد أطلقت على الموقع الإلكتروني الوثائق الختامية، وهي وثائق أساسية. ما لم تكونوا قد طالعتم هذه الوثائق أقترح عليكم أن تطالعوها على الموقع الإلكتروني وأن تقرأوا التقرير. لدى أن تقرأوا كل سطر، ولأن هناك كم هائل من الوثائق، ولكن اقرأوا الملخص لأنه يعطيكم فكرة عن النتيجة والاستنتاجات وعن العمل المقبل. الوقت المتاح كان بمحدود، و يبدو أن ليست هذه هي بحقيقة مطلقة، ويجب أن نكيف هذه الأمور على أساس المحافل الخاصة بأفضل الممارسات، وذلك حتى نستلهم من الفريق هندسة الإنترنت، وحتى يكون هناك مساهمات طوعية. وتعرفون أن الكثيرين قد أشاروا إلى أنه يجب أن نعتبر أن هذا العمل جار ومستمر، وأن الاجتماع السنوي هو وقفة خلال كل هذه السلسلة من الأعمال، وهناك بعض النواتج العملية، لأن المنتديات أو المحافل الخاصة بأفضل الممارسات تتعلق بالرسائل الاقتحامية، وإنه قد استنتج أن ربما ذلك ليس بأفضل تعريف، ويجب أن نقول أن نستخدم أفرقة الحوادث المتصلة بالإنترنت، وإن كل المقترحات تحتاج إلى عناية خاصة بما إن تعين علينا أن نواصل العمل، وهناك بعض العواقب المالية، وإن الأمانة يجب أن تزود بالموظفين حسب عبء العمل، ويجب أن يكون هناك مجهود إضافي من قبل المجموعات المختلفة. شكرا لك يا ماركوس على هذا التقرير وعلى هذه المقترحات. أغتنم هذه الفرصة كي أشكر كونستانس وأنت على تنسيق هذا العمل، وقد استلمنا الكثير من ردود الفعل المفيدة، وسنواصل على هذا المنوال في العام القادم.
على قائمتي ليا كاسبر. شكرا سيد الرئيس. نتحدث المرة الأولى ودون ليا كاسبر. اسمي من كرواتيا وإنني عضو جديد من المجتمع المدني، وأود أن أعقب على ما ذكر صباح اليوم. ربما أشدد على أمر لم يتطرق إليه كما كنا نرغب، وإذ أقيم ما أجري يجب أن نسلم بأننا قد خطونا خطوات إلى الأمام، أي نفذنا توصيات تتعلق بتحسين المنتدى، وذلك من خلال المحافل أو منتديات الممارسات الفضلة حسب ما سمعنا إليه عن لسان كونستانس وأعضاء آخرين في الأمانة. ويتصل هذا الأمر بإعداد عمل فيما بين الدورات، وغدا سوف نتطرق إلى المقترحات المحددة. وأعتقد أنه في هذا الاجتماع يجب أن نستمع إلى هذه المقترحات الخاصة بإحراز التقدم. وفيما يتعلق بالسير قدما والدروس التي تعلمناها هذا العام، أن الأمر يتعلق بالتقرير التحليلي، ويجب أن ننسق بين المنتدى إدارة الإنترنت ومحافل أخرى. وتعلمون أن هذا المنتدى لا يعمل في فراغ، وهناك عمل من أجل السير في اتجاه ما، وأي كل ما هو خاص بالمناقشات التي تجري هنا، وأيضا الأسرة الخارجية تؤثر أيضا على منتدى إدارة الإنترنت، كيف سوف يؤثر علينا العالم الخارجي. وفي نيويورك أيضا قد أشير إلى تجديد المنتدى إدارة الإنترنت، وهذا الاقتراح يتعلق بأن على الأعضاء في الفريق الاستشاري أن يتواصلوا حول دور المنتدى. وأعتقد أن هناك تقرير مقدونيا يشير إلى ضرورة وضع استراتيجية اتصالاتية، المهم أن نتواصل، وأيضا المهم أن نمتن للتقدم الذي أحرز في السنوات الأخيرة، وكيف يمكن لمجتمع المنتدى أن يتفاعل من خلال مساهمات وعلى سبيل المثال الاستعراض الخاص بقمة المجتمع المعلومات الويزيس في العام القادم. وأيضا ربما يمكن أن نستبق الأحداث قبل ذلك التاريخ، وأن تكون الموضوعات التي تراعى وتدرس فيما بين الدورات، فربما يمكن أن يكون ذلك مثابة مساهمة قبل انعقاد الاجتماع منتدى إدارة الإنترنت. شكرا. لم تبديك جديدة في الفريق الاستشاري. بيسيس هو ICC بيسيس، أي مركز التجارة الدولية. اسمي ليزبس وإنني أقوم برئاسة أمانة ICC بيسيس، وإنني أشارك هنا مع الجميع، وهذا أمر يسجني صدرا. وأود أيضا أن أشكر الأمانة على التنسيق لهذا الاجتماع، ونرحب ب إشراك كل من هم ليسوا أعضاء في الفريق الاستشاري. نود أن نهنئ تركيا المنظمة وأمانة أيضا الفريق التنظيمي، وأيضا أندسا أي الإدارة الشؤون الاقتصادية الاجتماعية المتحدة، وأيضا من أجل إنجاح التنظيم لهذا المنتدى في العام القادم. فيما يتعلق ب
كل ما هو خاص بكلمات الشكر لماتسانجو وأيضا الأمانة التي تعاونت مع المنتدى، وإن ذلك جدير بالثناء. لقد دار نقاش طويل حول العمل فيما بين الدورات، ونحن نرى أن هذا هو إضافة لبرنامج 2015 وفيما بعد، وهناك أيضا توصية خرجنا بها فيما يتعلق بالعمل فيما بين الدورات، وذلك في مساهمتنا التحريرية، وخاصة هناك ضرورة لمناقشة هذا المقترح عندما سوف نتطرق إلى هذا الموضوع غدا. وأود أن أقدم لكم بعض العناصر لكي تدرسوها، أي الترابط فيما بين العمل بين الدورات، وأيضا الملخص الفريق الاستشاري، وفيما يتعلق أيضا بالآراء الخاصة بأصحاب المصلحة من القاعدة إلى القمة. وأيضا يجب أن يكون هناك التزام على الخط، وأيضا اجتماعات مادية، وضرورة أن تكون الأمانة منصة محايدة لتسهيل وتسيير هذه المناقشات، ويجب أن يكون هناك مهملات هامة يجب أن على أساسه نختار الموضوعات، وأيضا الترابط بين من يساهم في المنتدى وطنيا وإقليميا، وأيضا أن يكون هناك إمكانية لبناء وتعزيز القدرات في داخل البلدان في الإقليم، وليس فحسب من أجل 2015 ولكن فيما بعد. وفيما يتعلق بالموضوعات التي يجب أن ندرسها والتي قد تطرح أثناء النقاش، وسوف نتقدم بمقترح غدا، إن هذا الموضوع قد نوقش في ما يخصنا نحن ك ICC basis. شكرا، أعتذر لباهر، كان يطلب الكلمة. باهر تفضل. شكرا يا أنس، اسمي باهر عصمت ومن أيكان، وأود أن أكون صدى لبعض الموضوعات الهامة التي ذكرت سابقا. واحد يتعلق بتحسين النتائج الخاصة بالمنتدى إدارة الإنترنت، وأيضا أفضل المنتديات الخاصة بأفضل الممارسات أيضا تعتبر من التجارب المفيدة، لأن هناك وثائق ناتجة ويجب أن نجعلها في متناول الجميع. وقد أطلقنا على الموقع الإلكتروني للمنتدى، ولا أدري ما إن كانت هذه الوثائق قد أرسلت إلى منظمات أخرى سواء كانت تبع الأمم المتحدة أم لا، وكل الهيئات المتصلة بإدارة الإنترنت، وهي ضمن التوصيات الخاصة بالفريق المعني بتسخير التكنولوجيا والعلوم من أجل التنمية، ونعتقد أن ذلك يعتبر مثابة تجربة هامة يمكن أن نبني على أساسها. وهناك وثيقة أخرى هي تقرير الرئيس، وهو مليء بالمعلومات، ويجب أن نتبادله مع المجتمع المنتدى الأوسع نطاقا. وفيما يتعلق بالعمل في بين الدورات، أعتقد أن هذا هو أمر هام، أي تطور هام لمنتدى إدارة الإنترنت، وأنني لا أثق من أننا سوف تسنح لنا فرصة مناقشة الموضوع فيما بين الدورات. ومن المهم، وقد ذكر ذلك المتحدث السابق، أي الموارد، أن نعمل في بين دوراتنا أن يكون هناك موارد كافية لدى الأمانة. ليس ذلك بعملي، يجب أن نضمن وجود الموارد، موارد بشرية، موارد تقنية.
أي أن نتحدث عن عمل في بين الدورات يشرك الفريق الاستشاري المتعدد وأيضا الأشخاص غير أعضاء في الفريق حتى يشارك الجميع وحتى نضمن أن لدينا أدوات ملائمة للعمل. شكرا. Thank you, Baher, for your... شكرا يا باهر على هذه التعليقات. يقول الرئيس وعلى هذه النصائح والآن المشاركة عن بعد. Thank you, Chair, and... شكرا سيد الرئيس. أسعدتم عصرا. ميكو تاني، إنني أعمل السنة الثانية في الفريق الاستشاري وذلك لتحسين العمل في منتدى إدارة الإنترنت، والكثيرون قد تحدثوا عن ما كنت سأحدثكم عنه. إنني أوافق على ضرورة تحسين وتعزيز العمل في بين الدورات، ومن الطرق العملية هو أن نبني على ما أجري وأنجز أي منتدى الممارسات الفضلة، أي هذا ما أجري في 2014 وقد استلمنا ردود فعل إيجابية، ولا يعني أن كل العمل في بين الدورات يجب أن يستند إلى هذه الندوات الخاصة بالممارسات الفضلة. يجب أن نعمل على الخط و أيضا من خلال بعض المؤتمرات عن بعد والتبادل البريد الإلكتروني. أعتقد أن ضمن الموضوعات التي أود أن أشير إليها ما ذكره باهر، ويجب أن نشرك أصحاب مصلحة متعددين، ومثلا العمل فيما بين الدورات فيما يتعلق بالنقاط التبادل على الإنترنت، وأعتقد أنه يجب أن نصل إلى الجمهور وحتى يكون التواصل موسع خاصة فيما يتعلق بالناس المتأثرين من أوجه القصور. وأعتقد أن أخيرا أود أن أشدد على الشفافية، أن الشفافية الخاصة بمحتوى وبرامج المنتدى أمور هامة، ولاحظت أننا هذا العام قد أحسننا في ما أجرينا خاصة مع سوزان وفي ما يخص معايير الاختيار، وك إمكانية للتحسين الأكبر فإن الشفافية التي لم يخطط لها مثلا بعض الأعضاء. أولا لقد استمعت إلى من الأفراد كيف يمكن كيفية اختيار الشخصيات التي تتحدث في افتتاح واختتام المنتدى حتى ولو لم يكن المتحدث مختار على أسس واضحة، فيجب أن يكون من الواضح ما إن كان الأمر على أساس دعوة أو على أساس معايير أخرى. يجب أن نوضح كل هذه الأمور وخاصة فيما يتعلق بالاجتماعات المتصلة بالحكومات. شكرا. ردا على سؤالك، ف الافتتاح والاختتام فنحن ننظم لهما على أساس مقترحات صادرة عن الأمانة، ففي الافتتاح نعطي الكلمة للوزراء ولممثلي كل مجموعات أصحاب المصلحة لكي يدلوا بتعليقاتهم، وأيضا في الجلسة الختامية. أعتقد أن تشارلز ربما اكتشف الآن كيف ننظم الافتتاح والاختتام، ولكن من حيث الجوهر هذا هو أسلوب التنظيم. نرى ما إن كانت هناك من موضوعات محددة يجب أن نتطرق إليها فورا
دون تأخير. تشينجتا كما قال جوناس، ففيما يتعلق فإن الوزراء يتحدثون في الأول، ثم المجتمع المدني. نطلب من أي الحكومة هي التي تعين الوزراء الذين يتحدثوا، والمجموعات تعين الممثلين عنها في من المجتمع المدني. الرئيس الآن سوف تسنح فرصة قراءة ذلك لمن يطرح السؤال مرة أخرى. هناك مشارك آخر، ماريليا مارسيل من البرازيل، فتقول أن الموضوع الأساسي في 2014 لم يكن، أو الموضوع الرئيسي لم يكن بواضح، و 2015 يجب أن نتفق حول هذا الموضوع قبل استعراض ويسس، لأنه الحجر الأساس لإدارة الإنترنت، وخاصة من الموضوعات الهامة في المنتدى. يجب أن نضع أيضا السؤال ألف، وأيضا تقييم مجتمع المعلومات، و يجب أن نركز على الناس وما معنى ذلك في مجتمع المعلومات اليوم. باء، ما تغير في التصور منذ 2005، وجيم، ما يجب أن يكون عليه التحديات المطروحة في 2000 أو حتى 2015. لقد حددنا الإطار العمل لما بعد ويسس، ولكن ما هو الإطار لكي تكون الرؤية واضحة؟ في منصة متعددة المصالح فيجب أن يكون هناك موضوعات فرعية أيضا تحت ما ذكر. شكرا لك على هذه المساهمة. إن الموضوع الرئيسي ربما مجرد لأن هناك محاولة للجمع بين موضوعات مختلفة في جملة قصيرة، وإن ذلك يبعث على التأويل. ليس هناك طلبات إضافية للكلمة أو مشاركات عن بعد. أود أن ألخص النقاش. حسب ما علمت من هذا النقاش، أي أن التقييم العام لاجتماع اسطنبول لمنتدى إدارة الإنترنت كان بالإيجابية للغاية، ويجب أن نواصل على السير في نفس الاتجاه وبنفس المشروع الذي نظمنا على أساسه اجتماع اسطنبول، وعلى أساس فريق العمل الخاص بتنظيم المنتدى، ويجب أن ننفذ التوصيات الخاصة بما قد يحتاج إلى نواتج أكثر تحديدا من المنتدى، وأن يكون هناك تفاعل وترابط أوثق فيما بينها. وأعتقد أن هذه الموضوعات التي يجب أن ندرسها بجدية، ونرى كيفية تطوير هذا الجزء من أنشطتنا. إذا ما رجعنا للوراء ونظرنا إلى المساهمات الخاصة بالمنتديات التسعة السابقة، فهناك وثائق مليئة بالمعرفة، ولا يمكن أن نقول أن منتديات إدارة الإنترنت لم ينجم عنها أي نتيجة، بل حملت أو أنتجت الكثير من المعرفة والوثائق. ربما لم يكن التواصل بأفضل أسلوب لنقل هذه المعلومات وتوصيلها، ونحن في حاجة إلى تحسين كيفية التواصل. أفضل الممارسات، يبدو أنه قد استعرض على خير وجه، وقيل
أنه ليس هناك من الوقت الكافي لإعداد الأدوات، وقيل أنه يجب أن نناقش الأفرقة المعنية بأفضل الممارسات غدا، وأن نطلق تجميع هذه الممارسات الفضلة فورما نخرج من هذه القاعة. يوم الأربعاء. وموضوع آخر علمته هنا ولكنني لم أطالعه في الوثائق، أي أننا نحاول أن نتواصل مع المجتمعات والشركات التي لم تكن بحاضرة في اجتماعات منتدى إدارة الإنترنت، ويجب أن ندفع بدم جديد في هذا المنتدى من خلال الشركات. وفيما يتعلق بالعمل فيما بين الدورات مع التحذير بأننا لا يجب أن نتوسع كثيرا، ولكن يجب أن تكون هناك مواكبة لرغباتنا ومواردنا البشرية والمالية. وأعتقد أن هذا هو الموضوع الذي يتعين علينا أن نطوره، ونعرف ما هي الموضوعات والأنماط والطرائق الخاصة بأداء العمل في بين الدورات دون أن نثقل أكثر من ذلك في القائمة الخاصة بالاجتماعات المتصلة بإدارة الإنترنت. ويجب أن نعرف كيفية استخدام المنتديات أو مؤتمرات منتدى إدارة الإنترنت وطنيا وإقليميا. وتتذكرون أنه في تقرير الاستنتاجي أو التحليلي فهناك اقتراحان، واحد تعلق بالسياسات لكي نبني على أساس ما تحقق ومدى تأثير الإنترنت على المؤهلات والكفاءات والوظائف. لا أدري أن هذا الموضوع قد طرح لدراسته خلال هذه الفترة محل الدراسة. هو الأهم من هذا كله هو ألا ننسى الأمثلة التي تعرفنا عليها في عملنا. أذكر أننا بدأنا أعمال المنتدى في مستنبول بنية طيبة، وانتهى بنا الأمر بالتنازل عن بعض هذه النوايا لأنه كان لابد من الأخذ بعدة اقتراحات وتكييفها. إذن لنتحلى بالقوة لأخذ هذه العبر بعين الاعتبار عندما نضع برنامج السنة المقبلة. إذن أود أن أشكر جميع الذين شاركوا في المناقشات وتقدموا باقتراحات كتابة مع تحليل نجاحات وتحديات المنتدى في إسطنبول. ومرة أخرى نشكر تركيا إدارة وحكومة على استضافتنا لعقد اجتماع كلنا بالنجاح. والآن ننتقل إلى البند التالي من جدول الأعمال، وهو استعراض لمبادرات حوكمة الإنترنت وأثرها على منتدى 2015. وهنا أود أن أحذركم بأن هذه المناقشات التي سنجريها بعد العروض لا تهدف إلى
التعبير عن موقفنا بشأن المعلومات التي سنحصل عليها، ولكن الهدف منها هو حملنا على التفكير بالإجراءات التي يجب أن نأخذها بعين الاعتبار لمنتدى البرازيل، ولنأخذ بعين الاعتبار المعلومات في تحضيراتنا للمنتدى. والآن سنبدأ بالعرض الأول بشأن حصيلة مؤتمر المندوبين المفوضين، ولا سيما ما يرتبط بحوكمة الإنترنت. وسنستمع إلى دورين بوغدمان مارتن، رئيسة دائرة التخطيط الاستراتيجي في الاتحاد. دورين، شكرا جزيلا. سيدتي سادتي، أرحب بكم جميعا في الاتحاد. كما ذكر السيد رونسي لكم صباح اليوم، اختتم الاتحاد مؤخرا الدورة 19 لمؤتمر المندوبين المفوضين الذي انعقد بين 20 من أكتوبر تشرين الأول وحتى 7 من نوفمبر تشرين الثاني في بوسان كوريا. وقد جمع هذا المؤتمر 2500 مندوب من 151 بلدا، وقد بحثنا 452 اقتراحا، واعتمدنا 21 قرارا جديدا، وعدلنا 51 قرارا. وأهمية المؤتمر تكمن في أننا نضع استراتيجية الاتحاد للفترة المقبلة، وبالتالي وافقنا على الخطة الاستراتيجية وعلى الخطة المالية، وانتخبنا أعضاء أو كبار المديرين و48 عضوا في المجلس و12 عضوا في مجلس لوائح الراجع. وكما تعرفون قررت الجلسة العامة الأولى اتخاذ قرار بفتح أو ببحث الوثائق التي قدمت للمؤتمر، وتوصلنا إلى قرار بسرعة، وهذا سمح بتكليل المؤتمر بالنجاح، إذ أنه من البداية وحتى النهاية عمل جميع المندوبين على أساس الروح التوفيقية. وكان هذا قرارا جديدا لأنه كان دليلا على الشفافية والانفتاح، وهذا أمر يدعو إليه الكثيرون منكم وكذلك أعضاء المجتمع المدني. كما أن المؤتمر قرر أن يفتح اجتماعات الجلسات العامة والاجتماعات الأساسية للجان للبث على الإنترنت بدون كلمة سر، وسمح لنا هذا باجتذاب الكثير من المتابعين لهذه الجلسات والمهتمين بها. وأذكر أنه لم يكن هناك أي نقطة نظامية ولم تتم أي عملية تصويت، وشاهدنا عدة مسائل شائكة، وعملنا ساعات طويلة على القرارات المرتبطة بالإنترنت. ورئيس هذا الفريق خصص 51 ساعة مع العديدين منكم في هذه القاعة لهذا الموضوع، ولكن النتائج كانت إيجابية وكنا مرتاحين إزاء النتيجة. كما أن المؤتمر اعتمد عدة ابتكارات، فقد منحنا جائزة تمكين المرأة وإدماج المسائل الجنسانية في أعمالنا، وإحدى الفائزات بالجائزة معنا اليوم وأحييها، وقد فازت بالجائزة إلى جانب 6 أشخاص مميزين. وقد اعتمدنا مسار خاص بالقادة الشباب، وقد جمعنا 50 شابا من حول العالم، وعقدنا عدة مائدات مستديرة حول موضوع التوصيل 2020، وعقدنا اجتماعين مع المجتمع المدني وجلسة مع الأمين العام المنتخب السيد
زاو لطرح الأسئلة والإجابة عليها، والابتكار الأخير هو تقديم قرار بشأن الشباب، وقد عرض هذا الاقتراح أو قدم في خلال الصيف، وقد اعتمده مؤتمر المندوبين المفوضين، وأرى عدة وجوه مألوفة في القاعة وعدة زملاء كانوا معنا في مؤتمر المندوبين المفوضين، ولذلك لن أستعرض كل حصيلة بصورة عامة. اعتمدنا الخطة الاستراتيجية، وهناك مسألة أود أن أشدد عليها بشأن هذه الخطة، فهي وثيقة طرحناها لإجراء مشاورات مفتوحة، وهذه طريقة عمل جديدة في الاتحاد، واعتمدنا الخطة المالية، ولدينا قرار جديد بشأن التوصيل 2020، وهذا سمح لنا برسم بعض الأهداف الواضحة، و لا يمكن بلوغ الأهداف إن لم نقم بقياسها، لذلك وضعنا معايير للتمكن من قياسها والسهر على بلوغها. وفيما يتعلق بأهداف التوصيل 2020، لدينا هدف بشأن النمو وبشأن الشمولية وبشأن الاستدامة، وهدف بشأن الابتكار، وهذه الأهداف الأربعة ستحدد وجهة الاتحاد في السنوات الأربعة المقبلة، وهي أيضا أهداف لا تقتصر على المنظمة بمفردها، ولكننا نشجع جميع أصحاب الشأن بأخذها على عاتقهم، ونأمل أن نتمكن من بلوغها بحلول 2020. وقد أجرينا مناقشات جيدة بشأن عملية القمة العالمية لمجتمع المعلومات زائد 10، وطلب الأعضاء أن نستضيف هذا المؤتمر، وهذا ما ننوي القيام به. و الجمعية العامة ستتخذ قرارا بهذا الشأن في نهاية السنة المقبلة. والمؤتمر دعم دور الاتحاد في مجال الانترنت والأمن السبراني، وفريق عمل التابع للمجلس بشأن المسائل السياسة العامة المرتبطة بالانترنت، مخول لإجراء مشاورات وجها لوجه وعلى الخط. ففي الماضي كانت هذه المشاورات تقتصر على الخط أو الإنترنت، والآن يسعدنا أن نتمكن من إجرائها وجها لوجه مع فريق العمل التابع للمجلس بشأن المسائل السياسية العامة المرتبطة بالإنترنت. وفيما يتعلق بحماية الأطفال على الإنترنت، سرنا أن يكون المؤتمر قد قرر فتح فريق العمل لجميع أصحاب الشأن، وهذا هام وسيسمح برفع مستوى النقاش والمساهمات التي ستنبثق عن فريق العمل التابع للمجلس، ستتاح للجمهور، وسنجري مشاورات على الإنترنت ليوم واحد للشباب بشأن حماية الشباب على الإنترنت. وشدد المؤتمر على أهمية التوصيل بالإنترنت بأسعار معقولة، وشدد على أهمية التعدد اللغوي، والقرار ذات الصلة هو القرار 133، وشجع جميع الأعضاء الاهتمام بمسألة التعدد اللغوي. وفيما يتعلق بالISPs، شجعت الدول الأعضاء على وضع هذه البروتوكولات، وتم حث الاتحاد على مساعدة الدول الأعضاء في مجال بناء القدرات، ولا سيما بالنسبة لأقل البلدان نموا، وتم التشديد على أهمية الانتقال إلى بروتوكول إنترنت IPv6 والانتقال من الإصدار الرابع إلى الإصدار السادس. ورأينا اعتراف وتقدير
بالعملية التي تشرك أصحاب الشأن المختلفين وسر الدول الأعضاء العملية التحضيرية للتحضير للاجتماعات رفيعة المستوى الخاصة بالقمة العالمية لمجتمع المعلومات في بداية هذه السنة. وكان هناك فريق خبراء اعتنى بموضوع منتدى السياسات بشأن الاتصالات في 2013، واعتمدت قرارات أخرى ولا سيما قرار خاص بالأوساط الأكاديمية، واعتمدنا قرارا جديدا بشأن الأعضاء من الأوساط الأكاديمية، فإذا ما أرادوا الالتحاق بالاتحاد يمكنهم الالتحاق بالاتحاد مباشرة بدون الالتحاق بأي قطاع، وسرنا هذا القرار. واعتمدنا قرارا آخر بشأن تتبع الرحلات الجوية، و سيعقد اجتماع أول بهذا الشأن في الربيع المقبل، واعتمدنا قرارا لمكافحة فيروس الإيبولا، واعتمدنا قرارا بشأن حماية المستهلكين والمستعملين، وقرار جديد بشأن الشباب، واعتمدنا قرارا بشأن مكافحة الأجهزة المزورة، وقرارا جديدا بشأن إنترنت الأشياء، وقرار آخر بشأن التوصيل بالنطاق العريض والكثير من الأمور، وتجدون على الإنترنت الوثائق الختامية كما قدمت لمؤتمر مندوبين المفوضين، والوثيقة الختامية ستعرض على الإنترنت وستتاح مجانا. وإذ نتطلع للسنة المقبلة، فإن الاتحاد الدولي للاتصالات سيحتفل في السنة المقبلة بذكرى تأسيسه 50 بعد 100، ففي مايو أيار سيبلغ سن المنظمة 150 سنة، وذلك في 17 أيار، وسنحتفل بهذه الذكرى، والموضوع سيكون الابتكار مع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وهناك مواضيع أخرى سنحتفل بها شهريا. ونتطلع لانضمامكم جميعا إلى بهذه الاحتفالات. والسنة المقبلة ستكون هامة لعمليتين، أولا قمة مجتمع المعلومات الدولية +10، والمسألة الثانية هي نهاية أهداف الألفية للتنمية، وستكون أيضا بداية الأهداف المستدامة، وسنسهر على دمج جدولي أعمال هذين الحدثين، ونتطلع للعمل معكم جميعا، ليس بالنسبة للقمة العالمية لمجتمع المعلومات +10 وحسب، بل وأيضا لعملية التنمية المستدامة. وبالنسبة للذين لا يعرفون ذلك، فلدينا 17 هدف إنمائي مستدام، وأربعة منها فقط يرتبط بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ويجب أن نسهر للعمل معا لكي يتم الاحتفاظ بها. ونعرف جميعا أن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من العناصر الممكنة لعملية التنمية المستدامة. إذن نتطلع للسنة المقبلة بتفاؤل كبير، ونأمل أن نتمكن من التعويل عليكم جميعا للسهر على أن عملية القمة العالمية لمجتمع المعلومات وجدول أعمال التنمية لما بعد 2015 سيلتقيان. إذن شكرا على هذه المعلومات الوافية يا دورين، وتهنينا على المناقشات التي أجريتموها بشأن المواضيع الحساسة في إطار مؤتمر مندوبين المفوضين. بالطبع أود أن أعرف مساهمة المعارف التي اكتسبتموها في إنجاح مؤتمر مندوبين المفوضين، ولكن هذا أمر سيكشفه التاريخ لنا. والآن أنتقل إلى العرض التالي، وبما أنه ليس لدينا
عفوا، وبما أن نورا غير حاضرة معنا، ولكن بما أنها في مكتبها، فسنتركها جانبا في الوقت الحاضر وسنستمع إليها لاحقا. وسنستمع إلى فلافيو فاغنر ممثل السي جي آي. إذا نورا، إذا ما كنت جاهزة أعطيك الكلمة. Okay, well then we're looking for Nora. Let us move then to the next. بانتظار نورا ننتقل إلى المحاضر التالي. نورا معنا، تفضلي. تفضلي يا نورا. شكرا لكم جزيل الشكر على دعوتي لتقديم تحيين بشأن مبادرة نت مونديال نيابة عن الأمانة. أنا مسرورة كوني معكم اليوم، وسأطلعكم على المبادرة بصورة عامة، ثم سأطيل الحديث عن آخر التطورات. كما تعرفون جميعا، بعد اجتماع نت مونديال في ساو باولو اتصلنا بلايكن وعملنا معا للتوصل إلى منصة للتوصل إلى حلول تعاونية من أجل التوصل إلى نظام إيكولوجي بشأن حوكمة الإنترنت. وهذه المنصة تسمح بالتعرف على الحلول التعاونية التي تعالج المسائل القائمة والناشئة. والمنصة قد وضعت لتحسين إطار حوكمة الإنترنت، وستركز على وضع الحلول خاصة لمسائل الإنترنت غير الفنية، وهي منصة على الخط كما تعرفون جميعا، وأطلقت في 6 نوفمبر تشرين الثاني. وحاليا فإن العملية في مراحلها التجريبية، تشرف لجنة انتقالية على عمل الأمانة، وستحل متى أنشئ مجلس تنسيقي. والتكوين المجلس يمثل على خير وجه القطاعات والمناطق المختلفة، والمشاركة غاية في الأهمية. ومؤخرا انعقد اجتماعا للجنة الانتقالية، وقد سمح هذا بالاستماع إلى ردود الفعل المختلفة وتحليل التعليقات التي أرسلت على موقع الإنترنت لنت مونديال، وسنعكس هذه الاقتراحات لاحقا. مثلا مقاعد المجلس الخمسة الدائمة قد ألغيت، وستكون عضوية المقاعد الخمسة مفتوحة لجميع المناطق والقطاعات. وسيسعدني تناول الأسئلة لاحقا، وأعلموني إذا ما كنتم تريدونني أن أتناول الأسئلة الآن، أو إذا ما كنتم تريدون أن أتابع. شكرا يا نورا. أدعو فلافيو من سي جي آي إلى أخذ الكلمة، وبما أنك تشاركين عن بعد سنتناول الأسئلة بشأن هذه المسألة إن وجدت، قبل الانتقال إلى البند التالي. فلافيو، الكلمة لك. شكرا سيدي الرئيس. اللجنة التوجيهية للإنترنت البرازيلية اقترحت هذه المبادرة، وقد اتصل بها عدة مجموعات لأصحاب الشأن في الأسابيع الماضية لطلب توضيحات بشأن هذه المنصة، ولم يتخذ بعد قرار نهائي بهذا الشأن.
نظرا إلى أن الأمور لم تتحدد بعد، فإن اللجنة التوجيهية البرازيلية في اجتماعها الأخير يوم الجمعة الماضي قررت الموافقة على بيان توضيحي سينشر ربما اليوم، ولكن سأقرأه عليكم الآن. وقد وافق عليه جميع أعضاء مجلس اللجنة التوجيهية للإنترنت البرازيلية. إذن في اجتماعنا يوم الجمعة في ساو باولو، وإذ نحيي المبادرة التي أعدها فريق العمل، قرر تقديم الإيضاحات التالية من أجل تحضير المنتدى العاشر لحوكمة الإنترنت. مبادرة إنترنت فورم تهدف إلى توفير منصة للمشاركين ومناقشة الأفكار والاقتراحات التي ستميز بياننا الذي اعتمد في أبريل 2014، وهذا متوفر على الموقع الإنترنت. ثانيا، نؤيد مبادئ حوكمة الإنترنت والواردة في إعلان إنترنت مونديال، وهذا ضروري في إطار مبادرتنا. ثالثا، الاقتراحات والأفكار التي ستقدم يجب أن تأخذ بعين الاعتبار خريطة الطريق للتطور المستقبلي للإنترنت، وهذا يقر بأهمية التقدم في حوكمة الإنترنت في منتديات مختلفة من أجل معالجة المواضيع المرتبطة بالإنترنت، أخذنا بعين الاعتبار المسؤوليات المختلفة لأصحاب الشأن. رابعا، مبادرة إنترنت مونديال تهدف إلى الحل مكان المنتديات الأخرى كآيكان والآي جي اف والمنتديات الجديدة، ومسائل لمعالجة مسائل الأمن السبراني ومسائل أخرى. خامسا، المناقشات لن تتخذ قرارات بشأن المواضيع التي تناقش، و سادسا، مبادرة نت مونديال لا تهدف إلى التدخل مع منتدى الحوكمة، فالمنتدى يطلع بدوره على أساس جدول أعمال تونس، ولكن ما من أحد يمنع اتخاذ تدابير تعتمد في المنتدى. وعلى خلاف ذلك، فإن مبادرتنا بالسماح بالعمل على بعض المسائل المحددة تماشا مع مناقشات المنتدى قد تدعم المناقشات الجارية في المنتدى. سابعا، أي مسائل أو اقتراحات تعني الحكومات مثل الجريمة السبرانية يجب استرعاء انتباه الحكومات إليها أو معالجتها في إطار العمليات الدولية، وهذا يتماشى مع إعلان إنترنت مونديال الذي يقر بأن بعض المسائل تحتاج إلى المعالجة الدولية. أخذنا بعين الاعتبار دور الحكومات بشأن مواضيع معينة ترتبط بسياداتها، ولكن في الوقت نفسه نؤكد ضرورة إجراء المناقشات مع أصحاب الشأن المختلفين. ثامنا، عند انتقاء الأعضاء الذين يكونون المجلس التنسيق فيتم العمل على أساس توافق الآراء. تاسعا، لن تكون هناك مقاعد دائما للمبادرة، وبعد إنشائه فإن المجلس يحدد إجراءات انتخاب الأعضاء بتوافق الآراء. وأعلى مجلس التنسيق السهر على تمويل المبادرات. عاشرا، مقدمو الاقتراحات أخذوا بعين الاعتبار الشواغل وانتقادات مستعملي الإنترنت، وقدمت تعديلات على اقتراحات مبادرات إنترنت مونديال.
وقمنا بالتعديلات للسهر على أن المبادرات تسمح بمشاركة الجميع منذ البداية. النقطة الأخيرة، النقطة 11، عدة أسئلة تم الإعراب عنها، يجب أن تأخذ بعين الاعتبار مساهمات فرقة العمل، وهذا يبين بأن المبادرة جسر بين المشاركين الذين لديهم أفكار ملموسة والذين ينوون المساهمة من خلال خبراتهم لتحقيق هذه الأفكار. وأصحاب المبادرة لا يخولون أو لا يحصلون على السلطة لتنفيذ هذه الأفكار. شكرا سيدي الرئيس. So thank you very much, Flavio. Now we have heard. شكرا يا فلافيو. استمعنا إلى عرضين من مقدمي الفكرة أو مقترحي الفكرة، والآن أود أن أفتح باب الأسئلة. أسئلة فقط. أسئلة تودون توجيهها لنورا التي تتابع هذه المناقشات من مكتبها أو لفلافيو، فيمكنكم أن تطرحوها. فيما ننتظر الأسئلة سأطرح سؤالا بنفسي حسب ما فهمت. ما من مقاعد ثابتة في المجلس دائمة؟ والسؤال الذي طرح على الفريق الاستشاري لم يعد مطروح. شكرا يا يوهنس. الدعوة موجهة للماك لينضم إلى مجلس التنسيق لا تزال موجودة، ومشاركة الاي جي اف هامة للغاية، وأمل أنه أن غياب المقاعد الدائمة لا يعني أن الدعوة لم تعد قائمة، بل على العكس، وآمل فعلا أن الفريق الاستشاري الملك لا يزال يفكر في المشاركة في مجلس التنسيق، وإن كلمة permanent حذفت، وكان ذلك انعكاسا لردود الفعل التي تلقيناها. وكما قال فلافيو، هذه المقاعد ستكون في السنة الأولى، وبعد ذلك كل أعضاء المجلس يجب أن يخضعوا لنفس الإجراءات لضمان العضوية. شكرا. Thank you for this clarification. It's crystal. شكرا على هذا التوضيح. والإجراءات المقترحة لمجلس التنسيق موجودة على موقع الويب، يقول الرئيس. هولندا ستطرح سؤالا. شكرا سيدي الرئيس. طلب توضيح في الواقع. كما نعلم بدأ الفريق عمله وانتهى عمله في دبي، حيث انعقد المنتدى الاقتصادي العالمي، وبعد ذلك تلت لك لجنة بيلت، والتي بدأت في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي. والسؤال هو التالي: هل هناك ربط في الواقع بين هذه المبادرة وعمل لجنة بيلت التي ستعمل لسنتين كما نعلم جميعا؟ شكرا. شكرا يا أرنولد على هذا السؤال. هل من أسئلة أخرى؟ جينجر. My question is for Flavio. سؤالي موجه لفلافيو. ومبادرة نت مونديال ستستند إلى توصيات مجموعة أصحاب المصلحة لمجلس التنسيق، وسؤالي هو التالي: من الذي سيتخذ القرار النهائي لو كنا سنستند إلى توصيات أصحاب المصلحة؟ شكرا. So thank you. شكرا. شكرا. اسمي مارلين كيد، وسؤالي موجه لنورا ولفلافيو أيضا. بالاستناد إلى التعليقات التي لا تزال تقدم
وبالطبع نود التنافس مع الأجيف، ولكن هناك سعي لدعمه، ولكن ليس من الواضح في رأيي بما أن الموارد ليست لا متناهية، إن كانت الوقت أو الموارد البشرية أو الموارد المالية، هذه موارد ليست لا متناهية. ولذا أود أن أعلم كيف ستساهم هذه المبادرة، لا سيما فيما يتعلق بدعم المساهمات، دعم المساهمات المالية للاي جي اف، وإن الاي جي اف في مرحلة حاسمة، وبما أنني كنت عضوا في فريق العمل المنبثق عن اللجنة المعنية بتسخير العلم والتكنولوجيا لأغراض التنمية، وكذلك الفريق المنبثق عن هذه اللجنة المسؤول بتعزيز التعاون، وبما أنني شاركت في الأيكان شركة الإنترنت لأسباب الأرقام والمخصصة والأسماء المخصصة وفي منتديات أخرى، بالطبع هناك موارد مالية هامة جدا يجب أن تخصص لـ RGF من أجل توسيع نطاق العمل ومن أجل المشاركة عن علم وتعزيزها من كل أصحاب المصلحة من البلدان النامية. وحسب ما فهمت هذه مبادرة مكملة، وأود أن أعلم ما هي المساهمات المالية الملموسة من أجل تعزيز المنتدى العالمي، منتدى حوكمة الإنترنت IGF. شكرا. سنستمع إلى السؤال عن بعد، وقبل أن نستمع إلى الردود من نورا وفلافيو سأقرأ السؤال المطروح من سبيل. إذا نت موديل كانت من القاعدة الأعلى، يا صاحب المصلحة الذين آتوا وتعاونوا متطوعيا لمناقشة خريطة طريق للمستقبل، وفي سياق مبادرة نيو نت موديل و دبليو إي إف يجب أن ننضم إلى المبادئ ونعمل على نشرها، ولا أرى في ذلك أي سؤال. يا سوبي شكرا. نورا، هل يمكن التعقيب على الأسئلة؟ نعم بكل التأكيد. شكرا على هذه الأسئلة. بشأن السؤال الأول، الربط بين لجنة بيلت ومبادرة نت مونديال، أعتقد أن كل من هذه المبادرات تخدم قضايا مختلفة. نت مونديال، مبادرة نت مونديال تأخذ بالحسبان كل ما صدر وكل الأنشطة الخاصة بحوكمة الإنترنت، وسنواصل التنسيق مع لجنة بيلت. أما فيما يتعلق بتعليق ماريلين كيدا على الإجراءات من أجل دعم الاي جي اف من منظار نت مونديال، أي التفاصيل؟ مثلا بالعودة إلى الوراء، مبادرة نت مونديال ملتزمة جدا بالاي جي اف ولا تشكيك في ذلك. وأما بالنسبة إلى الموارد والدعم الذي سيضخ في الاي جي اف، فهذا يعود لمجلس التنسيق وهو الذي يقرر ذلك. وكما قلت، المجلس سيكون تمثيليا من الناحية الجغرافية ومن ناحية القطاعات، وحالما يلتئم سيناقش عدة أمور ترتبط بالتفاصيل، ومنها كيفية دعم المنتدى الاي جي اف. وكلما ازدادت المشاركة في مجلس التنسيق، كلما ضمننا كل هذه المسائل المطروحة والتي لفت انتباه المجلس إليها، مجلس التنسيق. شكرا. شكرا يا نورا. فلافيو، هل تود الرد أو ربما يمكننا أن نتريث وأن نواصل النقاش؟ فاطمة لديها سؤال، تفضلي. شكرا سيد الرئيس. سؤالي موجه لنورا، هل أنا موظف أو الأيكان ستتشاور مع مجتمع الأيكان بشأن مشاركة في مبادرة نت مونديال؟ شكرا. شكرا على هذا السؤال. هل من أسئلة أخرى؟ يسأل الرئيس سؤال أخير من سوبي. كلا، أو تعليق آخر؟ طلبت مني الاي بي سي ان اوضح كعضو في لجنه بيلت المعروف باللجنه العالميه حول حوكمه الانترنت، فهذه مستقله تماما عن مبادره نت مونديال او اي ركيزه خاصه بحوكمه الانترنت، وهي تجري
بحوث حول تجزئة الإنترنت وحكومة الإنترنت، وسوف تصدر تقريرا في عام 2015. شكرا. So thank you. شكرا على هذا التوضيح. أنا تفضلي لطرح السؤال. شكرا جزيلا. أود أن أوجه الشكر، تقول السيدة أنا نافيش، لكل من حاول أن يشرح لنا ما هي مبادرة نت مونديال. مع الأسف لم أفهم، وربما الخطأ خطأي، تقول السيدة نافيش، وأحاول أن أرى كيف تنخرط هذه المبادرة في هذه البيئة وفي هذه السياق، وما هي قيمتها المضافة. اليوم لدينا المجلس، وغدا هناك نظام معقد للحوكمة في سياق إنترنت مونديال، وبالطبع هناك المنتدى الاقتصادي العالمي والآيكان التي لم تعد في هذا السياق، ولن نشير إلى آيكان، ولكن بالطبع هذا ليس بأمر سيء، ولكن هذا جزء من البيئة العامة، وكما قالت ماريلين فنحن نفتقر إلى الموارد، وهذه الموارد ليست لا متناهية. وأعتذر لو كنت ساذجة، لا يجب أن نناقش هذا البند في اجتماع الـ IGF عام 2015 في إحدى الدور الجلسات الرئيسية، وكيف ينخرط ذلك في البيئة العامة. شكرا. نورا question. بمعنى آخر يقول الرئيس، سؤال نورا هو كيف تساهم مبادرة نت مونديال وما هي قيمتها المضافة في الآليات الموجودة. وهناك سؤال آخر، و بعد ذلك ننتهي من هذا الموضوع. سؤال عن بعد، هذا السؤال سوبي عن بعد، وتطلب من فلافيو أن يرد على هذا السؤال. تقول سوبي، How do we evolve؟ كيف نطور توافق آراء أصحاب المصلحة ما اعتمدنا هذه المبادئ ودفعنا عجلتها، فأليس هذا استباقا للأمور؟ Okay, Flavio, you now have a time. Flavio, سنفسح لك الوقت للتفكير في الرد، ونعود إلى نورا لو كانت تود الرد على بعض الأسئلة فلتتفضل. Yes, thank you. شكرا. ردا على سؤال فاطمة حول المشاورة مع آيكان، ألفت الانتباه إلى أن آيكان من الجهات تمكينية لمبادرة نت مونديال، فكل كيان مشارك كان عضوا في السابق، ونود أن نحين الأوضاع في الاجتماعات المقبلة، ولكن ما من مشاورات مخطط لها بعد. ومن الجدير بالذكر هنا أن يوم الخميس المقبل سيتوجه نداء للمجتمع لطرح أسئلة والاستماع إلى الردود في المجتمعات في المنظمات الثلاثة، وسوف تتمكن من طرح الأسئلة والحصول على تفاصيل بشأن اللجنة الانتقالية، وكل التفاصيل موجودة على موقع نت مونديال على الويب. وكيف تنخرط مبادرة نت مونديال في هذه البيئة العامة؟ وبالطبع هذه تكمل الجهود الموجودة، لا تحل محلها ولا تحل محل هذه الجهود والأدوار، ولكنها أسلوب آخر لتكملة ما يوجد من مبادرات. بالطبع نفهم الملاحظة الخاصة بالموارد وأنها محدودة، و المبادرة تحاول في الواقع الاقتراب من هذا الهدف، وإشراك المنتدى الاقتصادي العالمي، وربط بين مبادرة نت مونديال وكذلك مبادرة المنتدى الاقتصادي العالمي. كل هذا من شأنه أن يوسع نطاق المناقشة ويأتي بالمزيد من المشاركين.
بالإضافة إلى المشاركين المعهودين والتقليديين. شكرا، شكرا جزيلا لنورا. هل يمكنك أن تبقي على الخط؟ ونشكرك على مشاركته في هذه المناقشة، وسوف نواصل ونستمع إلى عروض أخرى ونعود لاحقا بعد الاستماع إلى عروض أخرى. شكرا يا نورا. فلافيو تفضل. سأرد على سؤال جينجر بشأن اختيار المقاعد لمجلس التنسيق، مثلا مثل المجتمع المدني والمجلس الانتقالي، والذي يشتمل على ممثل من كل من الكيان الثلاثة التي اقترحت مبادرة، والمبدأ هو العمل بمعية فريق التنسيق مع المجتمع المدني CSCG، وذلك من أجل وضع قائمة من الأسماء التي تتوافق عليها الآراء في فريق الاستشاري. والمجلس الانتقالي لن يفرض أسماء، وهناك موقع على الويب يمكن أن تقدم فيها الترشيحات من قبل المعنيين أو من الكيانات التي ترشح الأشخاص، وبين مجموعة الأشخاص المرشحين فإن CSCG ستقترح أسماء أخذة بالحسبان التوزيع الجغرافي، وبعد ذلك وإن المجلس الانتقالي لن يتخذ هذا القرار بنفسه. ردا على سؤال سوبي، نت مونديال انطلقت من القاعدة، ومن بين نواتج الحدث في ساو باولو الإعلان الذي أقر بتوافق الآراء من قبل المشاركين من كل أصحاب المصلحة، إلا إذا ما قرر المجتمع غير ذلك وأراد إعادة فتح باب نقاش مبادئ الحوكمة التي توافقت عليها الآراء في ساو باولو. ولكن بغياب ذلك لا نرى سببا لإعادة فتح باب النقاش في هذه المرحلة. بالطبع هناك منتديات أخرى لمناقشة حوكمة الإنترنت، أهمها IGF بالطبع. وفي الاجتماع المقبل للIGF في جواو بيسوا في البرازيل، إذا ما قرر ذلك الاجتماع للIGF، إذا ما لم تصدر توصيات على IGF، وإذا ما كان التحالف من المجموعة، وإذا ما كان هناك مجموعة اقترحت تعديلات على مبادئ ساو باولو، عندها سيسر الجميع الاطلاع على مثل هذا التطور. ولكن في الوقت الحالي هذه هي المبادئ الموجودة وأقرت مع كل أصحاب المصلحة، وهذه نقطة انطلاق جيدة للحصول على اقتراحات في سياق هذه المبادرة، وهذه ترتبط بالمبادئ التي حددت معالمها في ساو باولو. شكرا، شكرا جزيلا. هناك طلبات أخرى للكلمة، وفتحنا باب طرح الأسئلة لأن نورا ليست هنا لكي لا تبقى على الخط طوال الوقت. ولذا أقترح أن نستمع إلى عروض أخرى وبعد ذلك سنغطي طلبات الكلمة، لا سيما من سيسكو وغيرها وشيريل، ولكن ذلك في سياق المناقشة التالية إذا ما وافقت الوفود التي طلبت الكلمة. نعم، شكرا. ننتقل إلى العرض التالي. لجنة العلوم والتكنولوجيا من أجل التنمية واستعراض قمة مجتمع المعلومات بعد 10 سنوات، وكذلك لجنة المعنية بتسخير علم التكنولوجيا لأغراض التنمية، وسنستمع إلى المسؤولة عن قسم التكنولوجيا والإمدادات في الأمم المتحدة. شكرا جزيلا يا يونس. يسرنا أن نمثل الأنكتاد والCSTD اللجنة المعنية بتسخير العلم والتكنولوجيا لأغراض التنمية، وأنا عضو سابق في الماج، ويسرني أن أرى وجوها أعرفها هنا.
وسأبدأ باستعراض سريع لقرار مجلس الاقتصاد والاجتماعي الإيكوسوك الذي كلف STD بإجراء استعراض 10 سنوات بعد قمة مجتمع المعلومات، وسأعرض عليكم ما فعلته الأمانة لتجميع المساهمات من كل أصحاب المصلحة لأغراض هذا الاستعراض، وبعد ذلك سأتحدث عن مشروع تقرير استعراض 10 سنوات بعد القمة والذي أتيح للجنة تسخير العلم والتكنولوجيا التنمية CSTD. وأخيرا سأحطكم علما بطريقة الماضي قدما بشأن هذا الاستعراض وبالمناقشة التي جرت في الأسبوع الماضي في CSTD وذلك في الفريق المخصص لهذا الغرض. فهل يمكن الانتقال إلى الشريحة التالية لو سمحتم أو بعد ذلك بشرح شريحتين؟ نعم، لقد وصلنا إلى الشريحة المناسبة. إذن بالنسبة إلى الولاية في عام 2013 وهذا العام أيضا طلب من CSTD أن تشارك في تدابير متابعة الويزيس، وقدمت طلبات 3 للجنة CSTD. أولا طلب من اللجنة تجميع مساهمات من الدول الأعضاء وكل أصحاب المصلحة وذلك لأغراض الاستعراض. ثانيا طلب من اللجنة تنظيم مناقشة جوهرية حول تقرير الاستعراض عام 2015، والمناقشة الجوهرية ستجري في الدورة 18 للجنة CSTD من 4 إلى 8 من مايو أيار 2015. والمهمة الثالثة التي كلف بها المجلس CSTD رفع التقرير من خلال المجلس إلى الجمعية العامة عندما ستستعرض نتائج الويزيس عام 2015، وينخرط التقرير في هذا السياق. الشريحة التالية لو سمحتم، سأشرح بإيجاز ما فعلته الأمانة من أجل تيسير عمل اللجنة CSTD. بين يونيو وأكتوبر 2014 وجهنا دعوة مفتوحة لكل أصحاب المصلحة لتتبادل الخبرات ووجهات النظر بشأن تطبيق نتاج قمة الويزيس، وأشكر كل من قدم مساهمة، وتلقينا 96 مساهمة كرقم إجمالي، وهذه نتيجة جيدة جدا وهي متاحة على موقع CSTD على الويب، باستثناء من قال إنه لا يود أن ترد هذه المساهمات علنا. وبغية الوصول إلى أصحاب المصلحة من قطاعات ومناطق مختلفة، نظمت الأمانة 7 دورات للمشاورات المفتوحة في أنحاء مختلفة من العالم، ومن بينها 2 انعقدتا في اجتماع الـIGF في اسطنبول، وكان هناك حدثا نظم لأمريكا اللاتينية ونظم منتدى لكل المشاركين في الـIGF. وأشكر أمانة الـIGF على تنظيم المنتدى المفتوح لكل المشاركين وعلى التعاون معنا في سياق هذا الاستعراض. نعم، وبالطبع يجب أن أخذ بعين الاعتبار كل النتائج المرتبطة والمساهمات مثل الحدث رفيع المستوى واجتماع الاستعراض المنظم من اليونسكو للويزيس بعد 10 سنوات، وكذلك تقرير CSG، وفيما أعدت الأمانة تقرير الاستعراض بعد 10 سنوات، ونأمل أن تنظر لجنة في كل ذلك CSTD عندما تجري استعراضها عام 2015. الشريحة التالية، المعلومات التي جمعناها إن كان من خلال المشاورات المفتوحة وتحليل الوثائق المناسبة، مكنتنا من وضع تقرير مشروع التقرير استعراض بعد 10 سنوات، ويشكل يشتمل على ملخص عن نواتج الويزيس وكذلك تطور مجتمع المعلومات منذ انتهاء القمة العالمية وذلك في عام 2015. وهناك مشروع مسودة التقرير وهذا ورد على موقع CSTD على الويب، ونقش ذلك في دورتنا في الأسبوع الماضي في CSTD أي لجنة تسخير علم وتكنولوجيا لأغراض التنمية، وهذه لا تزال مسودة، وسنصدر ملخصا تنفيذيا، وبعد ذلك سنضع اللمسات الأخيرة لأغراض اللجنة دورة 18 للجنة. وفي هذه المرحلة ألفت الانتباه إلى أن هذا التقرير استعراض من الأمانة، واللجنة من جهتها CSTD ستصدر استعراضها في دورتها السنوية. الشريحة التالية لو سمحتم،
هذا هو الهيكل، هيكل التقرير بثمانية فصول وملحق مرتبط بتنفيذ متعدد أصحاب المصلحة. الشريحة التالية. Here are some of the... تجدون هنا النقاط الرئيسية والملاحظات المقدمة في التقرير حول أهم التغييرات التي طرأت في المنتدى منذ انعقاد قمة الوزيز، وهنا قاسم مشترك لهذه التغييرات وهو الإنترنت. بالطبع هذا هو القاسم المشترك ودور الإنترنت في مجتمع المعلومات اليوم، وأيضا التطور التكنولوجي للإنترنت. من الهم بمكان للبرامج السياسات العالمية المرتبطة بالتنفيذ المستقبلي لنتائج الويزيس أن تأخذ بحسبان التطورات والفرص والتحديات الآنية، ولذا قررنا أن نخصص فصلا كاملا في هذا الهيكل لهذه التغييرات في التقرير، تقرير الاستعراض. الشريحة التالية. تجدون بعض الإنجازات التي رأيناها في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات منذ عام 2005 وما بعد. لن أدخل في التفاصيل، ولكن كل ذلك وارد بالتفصيل في التقرير. الشريحة التالية لو سمحتم. أما عن الإنجازات في تنفيذ أهداف قمة المعلومات الويزيس، سأسلط الضوء على مسألتين. أولا، تعاون بين أصحاب المصلحة المتعددين، وأصبحت هذه نقطة راسخة في الآي سي تي والآي سي تي لأغراض التنمية وجداول أعمالها، وتم التركيز على ذلك في وثيقة نتائج الويزيس، وخاصة في الجزء الخاص المخصص للاي جي اف وايضا منتدى الويزيس، وكل ذلك بين ان مشاركة متعددة اصحاب المصلحة. واخيرا، يناقش التقرير منتدى حوكمة الانترنت الاي جي اف كأكبر انجازات في تنفيذ اهداف القمة ويزيس، قمة مجتمع المعلومات، وتبين ذلك بوضوح في المساهمات التي اتتنا من عدة اصحاب مصلحة. وبالتالي التقرير ينظر ايضا في ولاية الاي جي اف واجتماعات الاي جي اف التي انعقدت، ويشير الى عمل فريق عمل السي اس تي دي، اي لجنة تسخير علم التكنولوجيا لأغراض التنمية، ومساهمة ذلك في الاي جي اف. وكذلك في بيانها قدم قسم الشؤون الاجتماعية والاقتصادية إشادة بعمل الذي طرح بشأن المسائل الشائكة لأصحاب المصلحة، أي الموارد وحقوق الإنسان، وهي مواضيع هامة جدا، وأخذنا علما بهذه المساهمات في التقرير والخاصة مواضيع جوهرية. وكذلك قدمت ملاحظات عن أداء الاي جي اف من صفوف المشاركين، ولكن هذه الانتقادات مثلت أقلية. ويستخلص التقرير أن الاي جي اف أصبح حدثا سنويا هاما في جدول أعمال الإنترنت وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات اي سي تي، ويحظى بدعم كبير من مجتمع أصحاب المصلحة. الشريحة التالية. يبين التقرير أربع تحديات رئيسية، وسألفت الانتباه إلى تحدي أشارت إليه دورين بوغدان. لا نزال نتعلم السبل المثلى لتضمين الاي سي تي، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التنمية، وهذا أمر جوهري، لأن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الاي سي تي تزداد أهميتها وقدرتها في المستقبل. وهناك العديد من المساهمين في المشاورة لأغراض الاستعراض أعربوا عن قلقهم بشأن الحاجة إلى تخصيص مزيد من الانتباه لمجتمع المعلومات في جدول أعمال تنمية بعد 2015، وهذه مسألة تداولت بشأنها اللجنة في الأسبوع الماضي، أي كيف نضمن الاي سي تيز في الأهداف الإنمائية المستدامة في جدول أعمال التنمية بعد 2015 وعملية التنمية بعد ذلك التاريخ. الشريحة التالية. قدمنا بعض الاقتراحات أيضا
المستخلصة من الأدلة الواردة في التقرير والمساهمات في المشاورة بما يفيد بضرورة أن تكون الإجراءات مرتبطة بقياس تطبيق أهداف الوزيس وأن تكون قابلة للتحليل والقياس ونحرص على أن يغطي ذلك التطورات التي حدثت منذ انعقاد القمة وأيضا بعد المساواة بين الرجل والمرأة وكذلك أن تضمن نتائج الوزيس في إطار تنمية المساعدة التنموية للأمم المتحدة الأندف وكذلك الإطار العام للأمم المتحدة وكذلك لفت الانتباه إلى الأديات المالية ومما يهمكم ضرورة تسوية الاختلافات في الآراء وتحقيق توافق الآراء حول مستقبل حوكمة الإنترنت. لست أدري إذا ما كان هذا الهدف مفرط في تفاؤله ولكنه سيساعدنا على المضي قدما وكذلك الحاجة للتعويل على التجربة التي انبثقت عن تعاون أصحاب المصلحة من أجل تعزيز فعالية التدابير التي ستتخذ من أجل تنفيذ أهداف الوزيس. هذه من بين الاقتراحات التي أردنا أن نطرحها في اللجنة التي ستجري استعراضها في الدورة السنوية التي ستنعقد في العام المقبل للCSTD. إذن الشريحة التالية وكما قلت في الفريق الذي اجتمع فريق بين الدورتين الذي سمع في الأسبوع الماضي خصص يوم لاستعراض 10 سنوات بعد القمة يوم الجمعة الماضي ورؤساء مرحلتي القمة أعرب عن وجهة نظرهما وأشكر يانس على حضور ذلك الاجتماع معنا في يوم الجمعة الماضي وكانت المناقشة شيقة حول مشروع التقرير والاستعراض 10 سنوات بصفة عامة ولمست الأمانة درجة من الارتياح لمضمون تقريرنا بالرغم من عدد من التعليقات التي قدمت من أجل إجراء التصويبات وحذف بعض الضمائم أو جعل التقرير أكثر توازنا ليغطي عدة خيارات وهذا انسحب بصفة خاصة على التعاون المعزز الجزء الخاص بالتعاون في النص والذي سيجذب أكبر قسط من المناقشات وأفسحنا أسبوعين لإرسال التعليقات الخطية وإذا ما كانت لديكم تعليقات على مشروع تقرير عن الاستعراض والوارد على موقع CSTD على الويب أشجعكم على تقديم هذه التعليقات وإرسالها خطيا لنا ويمكنكم أن تطلعوا على الشاشة على العنوان الإلكتروني الشريحة التالية لو سمحتم. وأخيرا ناقشت اللجنة الاستعراض الخاص بال10 سنوات المتصارمة وأن التقرير سوف يتم من قبل الأمانة بعد انقضاء فترة 4 سنوات وسوف يقدم كنشرة أخيرة في الاجتماع السنوي وفي منتصف يناير سوف تجدونه كتقرير ختامي وسوف يكون مثابتي وثيقة إعلامية يتعلق بالاستعراض 10 سنوات ونتيجة هذا الاستعراض مهما يكون الشكل الذي سوف تتخذه قبل الجمعية العامة سوف يكون مثابتي مساهمة من لجنة تسخير العلم والتكنولوجيا لأغراض التنمية وأعتقد أن ذلك سوف يكون بحلول ديسمبر 2015 وبذلك أعيد الكلمة إلى الرئيس وسيساعدني أن أجيب على أي سؤال قد تطرحونه شكرا على حسن إصغائكم شكرا يا ميري على هذا العرض وأعتقد أننا سوف نستعرض كل العروض ثم سوف نواصل بالأسئلة والأجوبة سوف أعطي كلمة للمتحدث التالي
السيد بيتر ميجر وهو ممثل للبعثة المجر وهو رئيس أيضا للنساء المتصلة بالتعاون. تفضل يا بيتر. شكرا يا يانس. يسرني أن أكون هنا في الاتحاد الدولي وقد عملت في الاتحاد الدولي للاتصالات لمدة 23 عاما. يانس، لقد ذكرت أنني رئيس Enhanced Cooperation، أي التعاون المعزز، وربما أنت أفضل من يستطيع أن يوضح الأمر. سوف أعطيكم ربما خلفية. إن Enhanced Cooperation نبعت من جدول أعمال تونس، وأنكم تعلمون هذا الجدول غياب عن قلب، وإن أستطيع أن أقتبس الفقرات المتصلة بالأمر والتي أعتقد أنها ملائمة، وبصفة خاصة فيما يتعلق بالفقرة 69، أي نسلم بأن هو من الضروري تعزيز التعاون لكي نضمن للحكومات على قدر المساواة أن تتحمل مسؤوليتها وأدوارها في القضايا الخاصة بسياسات العمل المتصلة بالإنترنت، ولكن لا فيما يتعلق بالمسائل اليومية الخاصة بالإنترنت. فيما يتعلق ب ما يتعلق بمسؤولية الأمين العام فيما يتعلق بالربع الأول من 2006، نحن الآن في 2014. لا أود أن أفترض أنه ما من شيء قد حدث، لأنه لن يكون ذلك من السليم. وبعد تردد ومشاورات هامة بين الأمم المتحدة ولجنة تسخير التكنولوجيا والعلوم لأغراض التنمية، فأعتقد أنه قد شكل فريق عمل لما أعني بتعزيز التعاون للنظر في الولاية الخاصة بهذا الموضوع، وذلك لدراسة كل المساهمات الصادرة عن الدول العضو وكل أصحاب المصلحة، وذلك للخروج بتوصية تتعلق بمدى تنفيذ هذه الولاية. وكان يجب تقديم تقريرا للدورة 17 للجنة تسخير العلم والتكنولوجيا لأغراض التنمية. والمهم من هذه الصياغة أن هذا الفريق متعدد أو يخص أصحاب المصلحة المتعددين، والمهم من خلال قرار هذه اللجنة، لجنة العلوم والتكنولوجيا لأغراض التنمية، فهذا الفريق قد عين المشاركين في الفريق العمل، وقد شكل بعد الفريق السابق الذي ذكر بشأن تحسين عمل منتدى إدارة الإنترنت، وإن هذا الفريق المتعدد الأطراف يشمل 26، أي 22 دولة عضو وخمس ممثلين عن أصحاب مصلحة آخرين أو لمجموعات أصحاب مصلحة أخرى. وحاولنا أن نعمل حسب الولاية والصلاحيات والنهج الخاص بتعددية أصحاب المصلحة للتوصل إلى النتائج على أساس توافق الآراء، وبالتأكيد أن المراقبين قد سمح لهم حضور الاجتماع سواء فعليا أو عن بعد، كان ذلك بمثابة خير بداية. ولقد عقدنا 4 اجتماعات وجها لوجه، وفي
الاجتماع الأول كان هناك تساؤل كيف يمكن أن نتواصل مع أصحاب المصلحة من خلال استبيان، نطلب إليهم الرأي الخاص بهذا الموضوع، تعزيز التعاون. وكان هذا مشكل من 18 سؤال، وقد استلمنا ردود شيقة، أي قرب 70 مساهمة، والمساهمات كانت بطويلة لأنه كان هناك من 18 سؤال. ولقد قيمنا الأسئلة ولمسنا أنه إذا ما كنا نود أن يكون لدينا تجميع كامل فسوف يكون الملف يشمل على 5000 صفحة. لست متأكدا من أن هذا هو أفضل أسلوب. لقد طلبنا إلى الأمانة أن تعد وثيقة أوجز، وفي النهاية الوثيقة شملت 25 صفحة. وبعد الاجتماع الثاني الذي اعتمد على هذه الوثيقة الأوجز وشمل النقاط الأساسية، وقد كان موجودا على موقع لجنة المعنية بتسخير العلم والتكنولوجيا لأغراض التنمية CSTD، وكان هناك 5 فئات، وحاولنا أن نعرف هذه الفئات الخمس. وبالتأكيد ضمن النقاط الهامة أو الفئات الهامة كان دور أصحاب المصلحة. وخلال الاجتماع قد تبين أن المسألة الأساسية الجذرية، ولا أعني مصدر الإنترنت بل قلب الموضوع، أي الآليات الموجودة العالمية والإقليمية، حيث أن القضايا المتصلة بتعزيز التعاون معالجة بها أو فيها. وكان هذا هو الرد الأساسي على الاستبيان، إن فريق العامل قد شكل فريقا يعمل بالمراسلة، وكان هناك كاسبار من المتطوعين وهو عضوا في الفريق الاستشاري، وشجما أيضا قد بين أو تعرف على الأمور الهامة والتي قد تؤثر على التعاون المعزز، وقد تعرف على 83 موضوع. وجملة هذه الموضوعات والبنود شمل أكثر من 200. وفي النهاية قد تبين الأمر سياسيا، والآراء كانت متضاربة، بينما قال البعض أنهما من أمر حدث تحت مظلة التعامل المعزز، ولكن الآخرين قد أشاروا أننا في حاجة لجهاز جديد للتعامل مع تعزيز التعاون. وقيل أن القائمة الآن كاف. وأما فيما يتعلق بالمنهج فإن أصوات قد أشارت إلى أنه يجب أن أخذ بمنهج متعدد وأفقي وتفاعلي لمعالجة هذا الموضوع، والأغلبية كانت تفضل النهج الخاص بتعدد التمثيل متعدد المصالح. والبعض قد أشار إلى أن هذه الممارسة فارغة أو تقترب من أن تكون لا جدوى منها. ومن الخارج كان هناك آراء مختلفة، كنا نود أن يكون هناك إنترنت مضمون ومأمون وغير قابل للتجزئة، وما هي التوصيات التي سوف نصدرها حول من وكيف سوف نقوم بتعزيز التعاون، ويجب أيضا أن يكون ذلك بمستقر ومرن في آن واحد. لقد كانت الردود ثرية للغاية،
والوثائق كانت بقيمة للغاية، ولكن نظرا لضيق الوقت لم نتم العمل. وإذا ما اعتقدتم أنه يمكن أن تفعلوا ذلك، فإذا ما قررنا ذلك بالثماني السنة المنصرمة، فأعتقد أننا قد أحسننا إلى حد ما. ولقد ذكر أن هناك قرار عن المجلس الاقتصادي الاجتماعي للأمم المتحدة الإيكوسوك، أنكم تعشقون الرموز، وهناك كم هائل من هذه الرموز التي تستخدمونها في الاتحاد الدولي للاتصالات. وإن الإيكوسوك في أو المجلس الاقتصادي الاجتماعي في الأمم المتحدة قد طالب مواصلة هذه الممارسة للفريق الاستشاري، وقد طلب إلى أمانة لجنة تسخير التكنولوجيا والعلم لأغراض التنمية. وأعتقد أنه في يوليو من هذا العام قامت الأمانة بهذه المهمة وشكلت فريقا يستعرض الأمر وانطلق العمل. وبعد القضاء شهرين، فأعتقد أن الأمانة قد أصدرت تقريرا عظيما يتعلق بوضع الخريطة، وأنه مطروح على الموقع اللجنة. وهناك أيضا وثيقة أخرى هي بقاعدة بيانات، والتي في الواقع هي مجرد قائمة، وعليكم أن تطالعوا هذه الوثائق. وخلال الاجتماع الإدارة بين دورات للـ CSCD، فلقد خصصنا جلسات ل الوضع الخرائط، وإن أغلب البيانات والمساهمات كانت إيجابية حيال النتيجة. كانت هناك مقترحات حول طريقة تحسين العمل، وإنني أطلب إليكم أن تساهموا. لقد خصصنا قرب شهر للتعليق، ونود أن نعرف ما هو انطباعكم، وما هي حججكم المؤيدة والمعترضة على هذه القضايا المتصلة بتعزيز التعاون والآليات الموضوعة. بوسعكم أن تقدموا مساهماتكم مع استخدام البريد الإلكتروني، ولكن أن تضعوا WGEC.unctad، وسأستطيع أن أطلب إلى ماري أيضا أن تعطيكم العنوان، لأنها قد نسقت هذا العمل. أعتقد أن هذه الممارسة جيدة وتبشر بالأمل، وأنني أؤمن بأن هذا الموضوع سوف يناقش في الاجتماع الرئيسي للجنة CSTD، أي لجنة التسخير العلم والتكنولوجيا لأغراض التنمية. وأستطيع أن أتنبأ وأقول أن ذلك سوف يجري من خلال الجمعية العامة، أي مجلس الاقتصادي والاجتماعي للجمعية للأمم المتحدة. وبذلك أتممت عرضي. شكرا يا بيتر على هذا العرض. يقول الرئيس حقا إن الجزء الأخير والذي يخص وضع خريطة تتعلق بالسياسات الخاصة بالإنترنت، وأيضا السياسات العامة، وهناك قائمة بها أي إدارة الإنترنت، وواحد من قبل الفريق المجلس الخاص بمجتمع المعلومات، ولكن لم يكن الأمر موصل إلى توافق في الآراء، وأن لدى الحكومات ولا أيضا على مستوى أصحاب المصلحة. يجب أن يكون هناك فهما أفضل وربما توافق في الآراء. ما
نقصده عندما نستخدم مصطلح يتعلق بقضايا تتعلق بالسياسات العامة للإنترنت. شكرا جزيلا، وسيساهم ذلك في المناقشات التي سيستمع إليها أي الاستعراض الخاص بقمة المجتمع المعلومات زائد 10، والذي سوف نستمع إليه من قبل إدارة الإدارة والتسيير لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية للأمم المتحدة لمعرفة ما إن كانت هناك استعدادات لهذه العملية. الكلمة لك. شكرا جزيلا. أود أن أرحب بكم جميعا نيابة عن السيد وو الأمين العام وأيضا نائبه، وفيما يتعلق بالنشاط الهائل والفعالية من قبل الفريق الاستشاري المتعدد لأصحاب المصلحة المتعددين، وأنني المتعددة الأخيرة وأغلب العمل قد أجري، ولا أود أن أثقل عاتقكم بالمزيد من التفاصيل. أود أن أقول لكم أنه على أساس أنماط الأمم المتحدة فإن أي استعراض رئيسي له ما يخص العمل الطابع العملي ثم الجانب الجوهري. أولا فيما يتعلق بالجانب المتصل بالجانب العملي أو التنفيذي، فقد أشير كما ذكر جانس أن هناك أنماط وقرار قد صدر عن أو اعتمدته الجمعية العامة في يوليو من هذا العام. لم يحتوي هذا القرار على تفاصيل كثيرة عوضا أو سوى الذكر أن اجتماع رفيع المستوى سوف يعقد في نيويورك في ديسمبر، وأنه يجب أن يكون هناك مشاورات لأصحاب المصلحة. وفيما يتعلق بهذا القرار الجاري مناقشته في اللجنة الثانية، فهناك فقرة تنص على أنه يؤمل أن وثيقة متفق عليها نأمل أن تخرج من هذه الدورة. أي المهم أننا ذكرنا الجانب الخاص بالعملية ثم الجانب الجوهري أو المضمون، وإذا ما استعرضنا كل ما خاص بسلسلة العمل فلقد استمعتم إلى كل ما هو متصل بلجنة تسخير التكنولوجيا والعلم لأغراض التنمية LCSTD في يوليو من العام القادم، وذلك سوف يصل أو ينصب إلى الجمعية العامة. وفيما يتعلق بهذه العملية الاستعراضية وفي اليونسكو أيضا، فهناك تعدد المسارات فيما يتعلق بالإجراءات المختلفة. وفيما يتعلق بالاستعراض رفيع المستوى في الجمعية العامة فسوف يكون هناك اجتماعات تحضيرية، والرئيس الحالي للجمعية العامة من أوغندا، وسوف يكون هو الذي سوف يعين الموجهين في يونيو 2015 على أساس التفاوض الخاص بالوثيقة المرتقبة. وسوف يكون هناك أيضا تعيينات جديدة فيما بعد. وما فعلنا في الأسبوع الماضي هو أننا قد اتصلنا بزملائنا في الجمعية العامة وطلبنا ما إن كان من الممكن تحديد تاريخ على الأقل، وقيل أن ذلك سوف يجري على أساس برنامج عمل الجمعية العامة في العام القادم. إن الأمر مبكر وسنعرفه هم قريب،
وسوف يكون هناك موجهان وسيعينهم نائب الرئيس أو رئيس الجمعية العامة بالأحرى. وفيما يتصل بالجانب سبتمبر 2015 سوف يجري نقاش طويل حول انتهاء فترة الألفية الإنمائية، ويجب أن نعرف أن الأهداف وأيضا ذكر تكنولوجيا معلومات الاتصالات على أساس أو بالاتصال وأهداف الألفية الإنمائية. وفيما يتعلق بما سوف يعرض على الجمعية العامة من الإيكوسوك، فهناك مساران لمناقشة جدول الأعمال ما بعد 2015 لن يتم إلا بتحديد دور تكنولوجيا معلومات الاتصالات وأيضا الويزيس أي القمة العالمية لمجتمع المعلومات، ويجب أن نكون جميعا في عربة أو مركبة واحدة ونسير في نفق معا. وأعتقد ونظرا لثراء الموضوعات المتصلة بإدارة الإنترنت و يولد ذلك أيضا ما يخص ويتصل بمجتمع المعلومات، وهذا هو موضوع هام، وقد طرحت سؤالا وماذا سيحدث بعد ويزس أي القمة العالمية لمجتمع المعلومات؟ هل سوف يكون هناك مجتمع أكبر وأفضل يحتوي على المزيد من المعلومات، و الجميع عليه أن يؤدي دورا لبلورة هذه الرؤية؟ أعتقد أن هناك عدد مواقف، وكلما اتضحت الرؤية وتوصلنا إلى التوافق في الآراء حول هذه الرؤية فإن الحظ سوف يكون سعيدا لإنجاح كل هذه المسارات التي سنتوصل إليها عند بلوغ الاستعراض. وهو في الواقع يدرس الأهداف الخاصة بالويزس عند نشأته، وإلى أين سيذهب المجتمع الدولي من هذه النقطة، وكيف سوف يكون ذلك خاص بتنمية مستدامة. وأعتقد أنني سأتوقف عند هذا الحد وأترك لكم الأسئلة. شكرا لك على هذا العرض. بالتأكيد هنا أسئلة أكثر عن الردود، أي ما هي أنماط وطرائق التفاوض؟ أعتقد أن ذلك سوف يعرفه يحدده الموجهان، ومن سوف يخدم هذه أو يعمل من خلال هذه العملية بالتأكيد يؤندس أي الإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية. أفضل من أي منظمة أخرى هنا في جنيف لأداء هذا العمل، ويجب أن نعرف ما هي التفاوض وكيف سيجري التفاعل بناء على ما جاء في قرار الجمعية العامة المتحدة. كل هذه أسئلة لازلنا في حاجة إلى البحث عن ردود عليها. شكرا لك على عرض عمليتين أو المسارين، وبطريقة أخرى وبشكل مباشر أو غير مباشر فسوف يعد ذلك للمنتدى إدارة الإنترنت في البرازيل، وسوف أفتح باب النقاش الاستماع إلى أي أسئلة أو تعليقات متصلة بالعروض الخمسة التي شهدناها. وأعدكم أننا سوف نعطي الكلمة حسب الترتيب. يراد غير موجود أي سي سي بيسس مركز التجارة الدولي بيسس. شكرا. سؤالي يعود إلى النقاش الذي دار سابقا
حول نت مونديال، مبادرة نت مونديال، وإن اي سي سي بيسيس قد قدمت اقتراح إلى المجلس الانتقالي، وذلك بقائمة تفصيلية تحتوي على أسئلة، وكل هذه الأسئلة تتطرق إلى المشاكل الخاصة بإشراك بعض أصحاب المصلحة والأفراد. بينما يسرنا أن نستمع إلى تعليقات فلافيو بأن هذه المبادرة مفتوحة أمام أي تغييرات أو تعديلات مثل بيتر وولف أو المبادرة الخاصة بأن المشاركة يجب أن تكون ممنوحة للجميع. نحن نتساءل ما هي الخطوات التالية عندما سوف يجاب بدقة عن هذه الأسئلة. نحن نعرف أنها أسئلة كثر، نود أن نعرف حتى نطرق الأسئلة الأخرى. شكرا. يقول الرئيس: أقترح عليكم أن نجمع كل الأسئلة ثم سوف أطلب إلى مقدمي المساهمات أن يجيب على كل هذه الأسئلة. ديلات. شكرا سيد الرئيس. أهنئ كل المحاضرين على العروض، لأن ذلك يرجعنا إلى إدارة الإنترنت، وخاصة الجلسة الأساسية الخاصة بالترابط والتفاعل وبشكل دقيق فيما يتعلق بالمناقشات المتصلة بالأمر. هناك ثلاثة عتبات تتعلق بهذا الموضوع خاصة بأصحاب المصلحة نظرا للشروط المسبقة المضمنة أو المفروضة للانضمام إلى مجلس التنسيق، وإن هذه الشروط المسبقة تخص المنظمات. وإذا ما حصلنا على ردود واضحة تتعلق بما طرحته ممثلة اي سي سي بيسيس، ففي أقرب فرصة ممكنة حتى نعرف كيفية مواصلة العمل، لأن الأمر لا يتعلق بقضايا إجرائية بل قضايا أيضا قانونية. كيف سوف نستجيب وهذه المطالب خاصة ما يتعلق باللغات على الموقع الإلكتروني؟ ومن الضروري أن نجيب الآن على أنه بينما نت مونديال لها أو له مبادئ للاعتراف بما يخص منتدى إدارة الإنترنت، إلا أن هناك أصحاب مصلحة قد يقبلون بهذه المبادئ تماما أو جزئيا، والبعض سيرفضها تماما. ولكن إذا تمكنت هذه الشروط المسبقة مثل ما هي عليه، فحتى ولو أسمينا هذه العملية مفتوحة، فإن عدد كبير من هؤلاء أصحاب المصلحة بما فيها الحكومات لن تتمكن من المشاركة في هذا النقاش، لأنه لا يمكن أن تغطي كل ما هو مطلوب. هناك مبدأ يتعلق باتفاق غير ملزم أو توافق الآراء، مشروع اتفاق في الآراء، فكيف يمكن أن تدركوا أن هناك عدد كبير من أصحاب المصلحة نظرا لمسائل قانونية اللي سيتعذر عليهم المساهمة، ويجب أن نعثر على الحلول الخاصة بالمشاكل، وقد يكون هناك حاجة إلى النجاح الفعلي. Thank you very much. شكرا جزيلا. تفضلي. شكرا وشكرا للمحاضرين، فالعروض كانت جيدة ومفيدة، وسؤالي يرتبط بالعرض بشأن مبادرة نت مونديال. وقد شاركت فيريزون بهذه المبادرة، واعتقدنا أنها مبادرة جيدة وتقدمية، وقد خرجت بنتائج مثيرة للاهتمام. نحتاج إلى توضيح بعض المسائل التي سمعتها.
فهناك مبادرة واف ومبادرة نت مونديال. أود أن أعرف إن كانت المبادرتان مبادرة واحدة أو إن كانتا مختلفتين. ثانيا، سمعت أنه من الممكن تغيير المبادئ إما من خلال ائتلاف ديناميكي أو من خلال عملية أخرى. أعرف أننا لم نبلغ هذه المرحلة بعد، ولكن في هذه الحال أود أن أعرف إذا كانت المنظمات التي وقعت على المبادئ ستضطر إلى تغييرها أو التكيف مع المبادئ الجديدة أو الاحتفاظ بالمبادئ الحالية. ثالثا، كان هناك تعليق فيما يتعلق بموارد المنتدى، وقد تحدثنا عن أهمية سنة 2015 وأجرينا مناقشات مثيرة للاهتمام في اجتماع المانحين فيما يتعلق بالموارد والتقييدات. إذا نحتاج إلى إيضاحات، وإذا ما كنا سنقوم بعمل بين الدورات. لا أعرف إذا ما حددنا دور الأمانة والمكتب ورئاسة الماج لكي لا نتجاوز الموارد المحدودة المتوفرة. ولدي تعليق بشأن لجنة CSTD. لقد شاركت في اجتماعاتها عن بعد واعتقدت أنها مفيدة وقد قدرتها، وأعتقد أن المضي قدما بتعزيز المشاركة عن بعد من المسائل التي تكتسي أهمية قصوى، خاصة مع إضافة مواضيع جديدة، خاصة وأن للمنظمات المختلفة موارد مختلفة. شكرا جزيلا، وأعتذر على طرح الكثير من الأسئلة. شكرا. شيب من سيسكو سيستمز. شكرا سيدي الرئيس، بدوري أشكر المحاضرين على تقديم آخر المعلومات بشأن ما يحصل في المجالات الأخرى المرتبطة بحوكمة الإنترنت ومنظومة الأمم المتحدة. سؤال، أعتقد أن المتحدثة السابقة طرحت معظم الأسئلة التي كانت تجول في خاطري، وإذ نقترب من يونيو حزيران، وإذا ما كان اجتماع لفريق الماج سيعقد في مايو أيار، فنود أن نعرف ما هي الإجراءات التي ستتبع لاستعراض القمة بعد 10 سنوات. شكراً. فيما يتعلق بالتحضيرات لاجتماع البرازيل، فهذا موضوع سنناقشه غدا وبعد الغد، وسنقدم آخر المعلومات بشأن استعراض القمة العالمية لمجتمع المعلومات. هل لدينا مشاركة عن بعد؟ نورا كانت مضطرة للمغادرة، ولكن ستكون هناك مكالمة يوم الخميس لطرح الأسئلة بشأن مبادرة نت مونديال في الساعة 5. ولدينا تعليق من سوبي. أشكر جميع الذين أتقدم بعروض وأتحدث باسمي وباسم غير الحاضرين عن القاع في القاعة، ونرحب بالمبادرات الجديدة. والتحدي هو أن نتابع المبادرات المختلفة. نود أن نحصل على ردود بشأن ولاية المنتدى وما الذي نستطيع أن نقوم به كأعضاء في الفريق لحمل رسالة الفريق الاستشاري، والوقت يمر بسرعة وأمامنا أقل من سنة.
Izumi. I have a question before I make to the chair that I'm going to talk about not the five ones already. أود أن أتحدث عن مؤتمر الإنترنت. لدي سؤال بهذا الشأن، هل أطرحه الآن أو لاحقا؟ تفضل. فهذا نقاش عام. حسنا، ربما سمعتم عن مؤتمر الإنترنت العالمي. لقد نظم في الشهر الماضي بين 19 و 21 في مدينة صغيرة تقع قرب شنغهاي، وحصلت على دعوة، وكان هذا المؤتمر رائعا، وأرى القليل من الوجوه هنا التي كانت في المؤتمر ومنها بابلو. والهدف من هذا المؤتمر هو أن يتحول إلى مؤتمر مماثل لمؤتمر دافوس للاتصالات. وحاول هذا المؤتمر أن يجمع الكثير من قادة الاتصالات، ولا سيما رئيس المؤسس لعلي بابا جاك ماري، وهو أثرى رجل في الصين حاليا، وقد حضر إلى المؤتمر وكأنه نجم روكن رول، وحضر أيضا مؤسس لينكدين ورئيس الآيكان. ويقال إن أربعة من أثرى 10 صينيين كانوا في المؤتمر، ولدي تقييم إيجابي وسلبي لهذا المؤتمر، ولكن لا شك أن آثار تترتب على أعمالنا نتيجة لهذا المؤتمر. وتم معالجة عدة مسائل فيه، وجاء نائب رئيس الحكومة لكي يقرأ رسالة رئيس الحكومة، ثم جاء في اليوم الثاني رئيس الحكومة، ودعي جميع الشخصيات للاجتماع به، وكان هناك 300 صحفي، في حين أن عدد المشاركين لم يتجاوز 1000، وكان هناك اهتمام صحفي كبير بهذا المؤتمر. وقد أجريت 3 أو 4 مقابلات خلال مشاركتي، وهم يدمجون جوانب مختلفة للإنترنت وكذلك مسائل سياسية وسلامة الناس، وأثيرت مسائل الحوكمة، وقد استضيف منتدى بشأن حوكمة الإنترنت، ولسوء الحظ فإن الموقع الإنترنت باللغة الإنجليزية غير متوفر، لم يعد متوفرا، وكان هناك تغطية صحفية واسعة النطاق شملت وول ستريت جورنال. وفي اليوم الثالث حصلنا على ظرف تحت الباب يتضمن مشروع إعلان، وسئلنا إذا ما كنا نريد أن نعدله، وفي هذه الحال كان يمكن أن نتصل بالأمانة بحلول الساعة 8 صباحا، وبالتالي توقعنا تلاوة هذا الإعلان في الجلسة الختامية، ولكن هذا لم يحصل. ما اكتشفناه من خلال المناقشات في الحفلة هو أن هذا الإعلان لم يصدر كإعلان، لأن العديدين اعترضوا على بعد ما جاء فيه. وهذا دليل عن نية المنظمين بإجراء حوار، ومن المؤسف ألا يكون
المسؤولون الغربيون قد شاركوا في هذا المؤتمر، فقد أرسلوا سفرائهم ليس إلا، ولكن قطاع العمل كان موجودا ولم يكن هناك تمثيلا حقيقيا للمجتمع المدني. وعلى أي حال فإن مشاركة هذا العدد من الشخصيات يحملني على التفكير بأن هناك سبل مختلفة لمعالجة مسائل حوكمة الإنترنت. وبالنسبة للصين فإن حوكمة الإنترنت محرك للنمو وللاقتصاد، ويأخذون هذا الموضوع على محمل الجد. وهناك نقطة أخيرة، كان هناك تركيز كبير على الاتصالات المتنقلة. شكرا على هذه المعلومات. عقد هذا المؤتمر في الصين فكرة جيدة، وعلى حد علمي هناك الكثير من الاجتماعات المماثلة لمؤتمر دافوس، وربما سيكون هذا المؤتمر الذي سيعالج إنترنت والذي سيكون على غرار مؤتمر دافوس. أعطي الكلمة لماريلين. شكرا، اسمي ماريلين كين، وأثر انتباهكم جميعا لإيلاء أهمية لأسمائكم. ولحسن تدوين أسمائكم على الشاشة. وأود أن أتحدث بداية عن مبادرة نت مونديال بالطريقة التالية. أرى أن لدينا الكثير من الأعمال التي يجب أن نطلع بها كفريق ماغ لتقديم المشورة بشأن تخطيط أعمال المنتدى ل 2015، ومستقبلنا بين أيدي آخرين وليس بين أيدينا. وما هو بين أيدينا هو أن نحسن بلاء وأن نتقدم بمساهماتنا على خير الوجه. وإذا ما خصصنا الكثير من الوقت لنقاش آخر قد يلهينا عن عملنا الحقيقي. وتعليقي يرتبط بأهمية تحسين أفضل الممارسات للاطلاع بالعمل بين الدورات، وهذا يقتضي الكثير من العمل بالنسبة إلينا وبالنسبة لرئيس الفريق الماغ وبالنسبة للأمانة. والآن أود أن أشكر المحاضرين الآخرين، وأنا آسفة لأن دورين ذهبت، فكنت حاضرة في مؤتمر المندوبين المفوضين إلى جانب مشاركين آخرين، وساهمت في المناقشات. ومن القرارات التي اعتمدت وهناك قرارات هامة اعتمدت
وهناك الكثير من الأعمال التي نستطيع أن نطلع بها نتيجة لهذه القرارات، وأمل أن يشارك الكثيرون منكم في هذا العمل. وهناك فريق عمل السي اس تي دي الذي يطلع بعمل هام والعديدون من أعضاء فيه. نحتاج إلى التفكير بالموازاة كأصحاب شأن مهتمين، ويجب أن نرى كيف نستطيع أن نعمل مع الزملاء الذين سيتخذون قرارات في نيويورك، ويجب أن نرى كيف نستطيع أن نساهم لتقديم المعلومات والمشورة لهم بشأن كيفية التفاعل مع أصحاب الشأن، وكيف ننظر إلى الأمام بعد 2015. ويوم الجمعة الماضية استمعت إلى رئيس المؤتمر التحضيري الأول للقمة العالمية لمجتمع المعلومات، وقد ذكرني أن الهدف من القمة هو توفير مجتمع معلومات للجميع، وهذه رؤية كان من المفترض أن يساهم هذا المنتدى في تحقيقها، ونحن هنا لثلاثة أيام من أجل هذا الغرض. ولكن هذا ذكرني أيضا بأن مجتمع المعلومات ليس فقط مسألة نفاذ، بل أيضا مسألة بناء القدرات واكتساب الخبرات وضرورة الاهتمام بالمحتوى. وكان هذا تذكير هام بأهمية مساهمة المنتدى في السنوات المقبلة في إنشاء مجتمع المعلومات. شكرا. شكرا. أعطي الكلمة لجيفان. اسمي جيفان. وأنا معجب بالذين يطبعون ما يرد على الشاشة لأن سرعتهم في الكتابة فائقة. أنا من وزارة خارجية مقدونيا وأعمل في دائرة العلاقات العامة، وقد شاركت في الكثير من المناقشات العامة في سبتمبر أيلول، وهذه المسألة ليست بالسهل، والناس ينتقلون من مكان إلى آخر ويخرجون ويدخلون في هذه الاجتماعات، خاصة عندما يكون هناك القادة السياسيون، إذ أن رجال الأمن التابعين لهم يدخلون إلى القاعات معهم. تماشيا مع تعليقي بشأن استراتيجية الاتصالات، أعتقد أننا نحتاج إلى التفكير بأهمية التواصل، بشأن أهمية منتدانا وبأهمية الإنترنت، واستراتيجية التي اعتمدناها استراتيجية جيدة قبل تجديد ولايتنا. أعتقد خاصة وأن هناك ممثلون حكوميون معنا، أعتقد أن علينا أن نفكر باجتماع خلال النقاش العام في نيويورك برئاسة البرازيل أو بلد آخر، اجتماع يكون على مستوى رفيع، ربما مستوى
ووزارية لاجتذاب الاهتمام، ولكي نعتبر أن المنتدى أداة ممكنة لبلوغ أهداف التنمية في المستقبل. فالإنترنت أداة ممكنة للتنمية، وهذا ما يجب أن نثبته للعالم في السنة المقبلة. Thank you, Jeevan. Small remark. If the decision on the extension of the mandate of لن يتخذ قرار بتمديد ولايتنا هذه السنة في اللجنة الثانية، بل سيتخذ هذا نتيجة لاجتماع استعراض الوزس، ولا أعتقد أن الجمعية العامة ستتخذ قراراً بهذا الشأن في الجمعية العامة في سبتمبر أيلول، بل أن هذا القرار سيتخذ في الاجتماع رفيع المستوى. ولدي مارك أورويل من المملكة المتحدة. شكرا سيدي الرئيس، وشكرا لجميع المحاضرين على عروضهم الواضحة والمثرية بشأن المبادرات والإجراءات المختلفة المرتبطة بالممتدى، والتحيين كان قيما، وأمل أن يأخذ الزملاء بعين الاعتبار المهل وفرص المساهمة. ولدي بعض النقاط التي أود أن أسوقها بشأن الوثائق الأساسية للجنة المعنية بتسخير العلم والتكنولوجيا لأغراض التنمية. أولا، مشروع التقرير نعتقد أنه دراسة كاملة لتنفيذ توصيات القمة العالمية لمجتمع المعلومات، وأود أن أتقدم بملاحظة أعتقد أنها تبين الوضع. وهذا يرتبط بالمنتديات الوطنية، وهناك فقرات تغطي هذا الموضوع. في الصفحة 148، وهذا لا يأخذ بعين الاعتبار كيفية تكرار تجربة المنتدى في جميع الأقاليم والمنظمات، فقد تحولنا إلى شبكة هامة في إطار حوكمة الإنترنت، وسنناقش هذا في إطار الأنشطة ما بين الدورات. إذن سنتناول موضوع منتديات أصحاب الشأن، وهذه مسألة سنبقيها نصب أعيننا. وبالطبع رأينا أن الحكومات تتبع هذا النسق على الصعيد الوطني، مثلا في البرازيل والمملكة المتحدة، حيث لدينا فريق استشاري لأصحاب الشأن يتألف من 45 ممثلا للأوساط التجارية والمجتمع المدني والفنيين. ثانيا، المسائل السياسة العامة المرتبطة بالإنترنت، هذه عملية هامة كما ذكرت سيدي الرئيس، ونحن نقدر العمل الدؤوب الذي تم تحضيرا لوثائق المطابقة وقواعد البيانات ولدينا استعراض أولي لهذا. وأمامنا شهر لكي نرد ولكي نسد بعض الثغرات الهامة التي تعرفنا عليها في المملكة المتحدة. إذن أسترعي انتباه جميع أعضاء
في هذا الاجتماع والذين يستمعون إلينا عن بعد بأن هذه الوثيقة أساسية ويجب أن تهتموا بها لأنها مساهمة هامة في عملية استعراض قمة لويزيس وبشأن تعزيز التعاون وما إلى ذلك. هذا أمر أساسي كما قلت، ونحن نرحب بهذا الجهد ونعتقد أنه يحتاج إلى المزيد من العمل لاستكمال المطابقة وهناك ثغرات نحتاج إلى معالجتها بطريقة ما. وأخيرا وجدت صعوبة في العثور على وثائق اللجنة المعنية بتسخير العلم والتكنولوجيا لأغراض التنمية وهي متوفرة على موقع الإنترنت للأونكتاد، وحاولت مثلا الحصول على تقرير فريق عمل اللجنة بشأن التحسينات وأوصي بأن يكون هناك رابط على الإنترنت لهذه الوثائق لكي يجدها الناس بسهولة. شكرا، لست الوحيد الذي وجدت صعوبة في العثور على هذه الوثائق، فقد حاولت القيام بذلك في الأمس وقد فشلت. إذن أمامنا نصف ساعة لجلسة اليوم ولدي عدة طلبات لأخذ الكلمة، وأود أن أعطي الكلمة لبابلو وروبرت وأميليا وأيكان. قبل أن أقفل هذه القائمة وأرى أن باتريك يطلب الكلمة أيضا سيكون المتحدث الأخير، ونحتاج إلى الانتهاء وأرجو منكم توخي الإجازة لأنه لابد من الإجابة على الأسئلة التي طرحت قبل أن نختتم الجلسة. بابلو الكلمة لك. How are you doing? I'm طابت أوقاتكم، اسمي بابلو من سجل تسجيل الإنترنت في آسيا ومحيط الهادي، وأنا أحل محل زميل لم يتمكن من الحضور وهو بول ويلسون، ولطالما دعمنا الـSGF منذ أن بدأ العمل ولا نواصل نقدم الدعم والتأييد، ونأمل أن تتجدد ولاية الـSGF في العام المقبل وأن نساهم في اجتماع البرازيل في العام المقبل. I think ومن بين المواضيع المطروحة على الـSGF ماج والـSGF بصفة عامة أي إدماج العديد من العمليات والإجراءات التي حققت تقدما عام 2014، ولقد سمعنا الآن عن بعضها وبعض هذه المبادرات الجارية. من الصعب أن نتابعها جميعا، ولقد استمعنا إلى التقارير عن ويزيس بعد 10 سنوات وCSTD حول تعزيز التعاون ومبادرة نت مونديال، وكذلك عمل التقارير للأيانا. وفي آسيا والمحيط الهادي هناك الـ APR IETF IGF، وانعقدت الـ IGF الإقليمي في الأسبوع الماضي، وأود أن أوافق على مقالة إيزومي بشأن مسائل وإجراءات هامة ويجب أن نتابعها، وخاصة فيما يتعلق بالقمة، وأيضا أن نأخذ بعين الاعتبار كل هذه المبادرات والإجراءات. Have some reflection and are summarized or converged somehow in the IGF and. وكيف والبعض يرتبط ويتوافق مع الهدف المتوخى من هذا المنتدى من الIGF، ويجب أن نفكر في كيفية تلخيص ونعكس كل هذه المبادرات في الIGF. وأردت فقط أن أطرح هذه الاقتراحات لنفكر في الإدماج في العام المقبل وتضمين كل ذلك في عملية الIGF. شكرا، شكرا جزيلا. الكلمة الآن لروبرت سيغلر
من الاتحاد الروسي. Good afternoon, everyone. I'm glad to be. طابت أوقات الجميع، يسرني أن أكون هنا ولدي سؤال. هل يمكن أن أتحدث بالروسية؟ بالطبع سيدي، الترجمة مؤمنة أيضا من اللغة الروسية. القناة 4 هي الروسية. شكرا سيدي الرئيس. سوف أقدم بعض التعليقات. يجب أن نبدد سوء تفاهم، ولقد شاركت في عدد من الاجتماعات ومع الأسف لم تتوافق الآراء فيما يتعلق بنت مونديال، وهذه مسألة هامة للغاية لأن هناك عددا كبير من المشاركين الذين كانوا حاضرين والذين تحدثوا عن هذا الموضوع، ولا يمكن أن نأخذ بالحسبان موقف مجموعة من ممثلي القطاع الحكومي لأنهم من الأشخاص المسؤولين عن القرارات المتخذة منهم في هذه المجالات. وإذا ما اعتمدنا مبادئ لا تحترم لاحقا فهذه ليست بإجراءات حقيقية. أنا لا أعترض على تعدد أصحاب المصلحة والحوار، ولا أعترض على الحوار، لكن يجب أن يكون فعالا ولا يجب أن يكون هناك سوء فهم. وأقر بأنني شاركت في المؤتمر في الصين وكان المستوى عاليا جدا، وأؤكد ما قيل من قبل بهذا الخصوص. خلال المؤتمر على IGF أن يعلق المزيد من الأهمية على صنع القرارات، وذلك لكي لا يكون هناك سوء تفاهم بيننا. هل توافقت الآراء؟ لا. هل اعتمدنا تلك القرارات؟ لا. فهذه عملية صعبة وشاقة، ومن الصعب أن يقر أو أن يوافق الجميع على هذا المبدأ أو ذاك، ولكن هذا هو الهدف الذي يجب أن نتوخاه، وأن تكون الإجراءات شفافة قد يساهم في ذلك. وألفت انتباهكم أيضا إلى ضرورة أن نعنى بالمبادرات الإقليمية وأن نعيرها الأهمية. وأنا ممثل البرلمان وأهتم جدا بالاطلاع على الممارسات المعمول بها في البلدان الأخرى فيما يتعلق بالحقوق المرتبطة بالإنترنت، وسيكون ذلك هاما بالنسبة للأطراف الأخرى. وهناك مخاطر تجزئة الإنترنت، وعندما لا تتفق البلدان فيعترض بعضها على البعض الآخر، وعندها يجب أن ألفت الانتباه إلى جزء أو مجال معين. أعلم أننا سنتحدث عن الموضوع غدا، ولكن أود أن ألفت انتباهكم إلى هذا الموضوع وهذا الخطر. شكرا. شكرا. يقول الرئيس، يتحدث الرئيس بالروسية، بالطبع سنفحص كل هذه الأمور غدا. وأعود إلى قائمة المتحدثين، وعاد الرئيس إلى الإنجليزية. ماليا من السويد. My name is Amelia Andersdotter. I've been a member of the European Parliament. أنا عضو في البرلمان الأوروبي ولدي تجربة وجهة نظر أود أن أتشاطر معه، وهي مختلفة عن أصحاب المصلحة الذين يشاركون عادة في هذه الاجتماعات. وبالتالي البرلمانات تلعب دورا هاما في النظام الديمقراطي، وينتخبون مباشرة من الجمهور، وذلك من أجل مساءلة الحكومة والسلطات التنفيذية عن الأنشطة. وكذلك البرلمانات تقدم توجيهات للسلطات التنفيذية للاطلاع بما التزمت به. وحسب رأيي يمكن أن نعمم هذه القائمة لأصحاب المصلحة على البرلمانات لأنها تلعب دورا هاما في الحوكمة في البلدان الديمقراطية، وبالتالي دور البرلمانات هام جدا، ومن المشحف أن تكون على مستوى الحكومات إذ أنها هي على عكس ما هي عليه السلطات التنفيذية.
والبرلمانات تتولى المسؤولية المعنوية عن القرارات المعيارية في المجتمع. ومشكلة حوكمة الإنترنت هو أن العديد من القرارات هي معيارية، حتى المعايير التقنية قد تكون معيارية، ومن يقرر ذلك؟ من الواضح أن الهيئات التي أمثلها تتوقع من البرلمانات أن تصدر معايير، وأيضا أن تتخذ القرارات الخاصة بهذه المعايير من أجل المجتمعات التي انتخبتها. وما نواجهه في الويسس وفيما يتعلق بمبادرة نت مونديال هي أن ميثاق نت مونديال، حيث أن المفوضية الأوروبية ساهمت في النتيجة، والمفوضية الأوروبية مؤسسة تنفيذية وليست لديها الحق تقنيا أن تصدر معايير في الإطار المؤسسي الذي تعمل فيه. هذا ليس من مهامها، وبالتالي كيف يمكن لمؤسسة مثل البرلمان الأوروبي مثلا أن تتفاعل مع الحكومات وعلى أساس هذا الميثاق؟ وكيف يمكن أن نحرص على تغطية توقعات المواطنين؟ ولقد كانت هناك حالات حيث أن هيئات المجتمع المدني قدمت بيانات مؤيدة في مجال الإنترنت، وأن المناقشات المعيارية للمنتديات الممارسات المثلى أو الـ NGF يمكن أن تصدر بشكل وثائق تساعد على دعم المناقشات المعيارية في سياق السلطات التشريعية. و نود من ممثل الماج وأيضا مبادرة إنترنت مونديال أن يفكروا في هذا الموضوع، وموضوع مبادرة نت مونديال وإنشاء ركيزة جديدة من المسائل التي تثير القلق. فهناك مسائل معلقة في متعلق منتديات حوكمة الإنترنت، وهناك مناقشات معيارية، ولكن نت مونديال هي تجري فيها مناقشات معيارية ولكن ليس بطريقة المشروع. ولما نحن بحاجة لمنتديين عالمين ل مناقشات معيارية شبه شرعية أو شبه غير شرعية، والتي لا تحظى بدعم مليارات الأفراد الذين سوف يتأثرون بكل هذه الإجراءات. وأود أن أستمع لتعليقات من وكالات الأمم المتحدة وأيضا من مبادرة نت مونديال، وكيف تسوي هذه الآثار المعيارية، وبالطبع الحيادية المعيارية، وأيضا منافسة، وكذلك مناقشات حقوق المؤلف، مناقشات معيارية. ولكن يجب أن أخذ بالحسبان آراء المواطنين ولم يؤخذ برأيهم، وكيف نحرص على ألا يتواصل ذلك، وكيف نساعد البرلمانات على تفعيل دورها في هذا السياق. شكرا. شكرا يا أميليا. يمكنك أن تشكلي مجموعة الآن مع زميلك روبرت من البرلمان الروسي، وهكذا ستكونون مجموعة البرلمانيين ونواب. ومشروعية الـ IGF مستمدة من قرار قمة الويزس المؤيد من جمعية العمل الأمم المتحدة، وهذا الأمر واضح تمام الوضوح، ونعمل برعايته أو في إطار ذلك القرار. لدي 3 متحدثين في القائمة قبل أن نستمع إلى الردود، وسؤال من مشارك عن بعد، وأود أن تختصر هذه المداخلات، خاصة نايجل لأنك تحدثت من قبل ولديك دقيقة يا نايجل. شكرا جزيلا سيدي الرئيس. نعم سأتوخى الإجازة، أردت فقط أن أشكر من قدم العروض وأن أشيد بعمل CSTD إن كان بشأن الوثائق المشار إليها والتي استندنا إليها، أو المساهمة في استعراض الويسس بعد 10 سنوات. وأعتقد أن هذه أمور ومساهمات في غاية الأهمية، وهي هامة ليس فقط في مضمونها بل بكيفية وضعها. ونعود إلى أمور تحدث عنها بعض المتحدثين صباح اليوم، وتم صياغة ذلك بطريقة تغطي أصحاب المصلحة وتفسح لهم المجال المشاركة وخريطة المشار إليها، والتي يتسنى الآن أن نحينها كما قال الآخرون مثل ماريلين. فهذا يضع سياقا واضحا للمسائل التي نتحدث عنها من منظار حوكمة الإنترنت، وكذلك
هذه مسائل تدرس في منتديات تابعة للأمم المتحدة ومنتديات متعددة أصحاب المصلحة، وهذه مساهمة في العمل الذي سنجريه في سياق الوزيس بعد 10 سنوات، ونشكر CSTD على ذلك. وأهم من ذلك، وكما اقترح من الزميل من مقدونيا، يجب ربما أن نجمع أصحاب المصلحة في مستوى على مستوى عالي في نيويورك، وللتفكير في التفاعل بين الويزيس والأهداف وقابلية الاستدامة لأهداف الإنمائية. شكرا سيدي الرئيس. شكرا يا نايجل. الكلمة لباتريك، دقيقتان. شكرا. بالنسبة إلى الزملاء الذين رأوني في مؤتمرات أخرى، فلدي التزام معنوي بإجراء مقارنة مع ستار تريك وستار وورز، ولم يجري أحد هذه المقارنة فسأجريها أنا. وكان من المفيد جدا أن نستمع إلى نت مونديال ومبادرات أخرى، وتحدثنا عن مبادرة نت مونديال هنا. هذا حدث ساد في العام الماضي على كل مبادرات حوكمة الإنترنت، وسأستفزكم، ويجب أن نركز على IGF أكثر من ذلك. وهناك مقارنة إذن في إحدى مسلسلات، فكابتن تريك قال إنه بحاجة إلى تقرير، وقدم التقرير، والتقرير أفاد بأن المركبة ستنفجر بعد 4 سنوات، وحاولوا إيجاد سبل للحقول دون ذلك، وهذا ما نفعله الآن. وأود أن أستمع إلى أفكارك يا يوهانس. ما عسى الماج أن تفعله في هذا السياق، ليس فقط أن تعلم ما يجري بطريقة غير مباشرة في نيويورك والمكسيك، ولكن كيف يمكننا أن نلعب دورا نشيطا ورائدا، وذلك من أجل التحكم بمصيرنا؟ وكيف يمكننا أن ندعم جهودك من أجل إشراك IGF وتجديد الولاية، ليس كما كانت من قبل، ولكن بطريقة أقوى لإحراز المزيد من التقدم؟ ويهمنا أن نستمع لرأيك وهذه الأفكار التي تجول في ذهني. شكرا. شكرا جزيلا، خاصة على المقارنة، ولكنني لم أسمع أن هذه السفينة ستنفجر بعد أو المركبة بعد 4 ساعات، وأمل أن تتواصل على الأقل 10 سنوات بعد اجتماع البرازيل. ولكن تبادل المعلومات الذي نجريه الآن، والذي قد يبدو للوهلة الأولى غير مرتبط مباشرة بمناقشة IGF، مع ذلك المناقشة مرتبطة بصلب الموضوع، إذ أننا نستوعب كل هذه المعارف التي والمعلومات التي ستساعدنا غدا على قولبة معالم اجتماع البرازيل، وذلك من أجل أن نحرص على أن يبقى IGF فعالا على فترة طويلة، وأن يعتبر مساهمة هامة في عملية صنع القرارات الجارية في محافل أخرى. لا أتوقع من IGF أن يبلغ مرحلة يصنع فيها القرارات، ولكن سنحيط علما بالقرارات التي تتخذ إما في البرلمان الروسي أو البرلمان الأوروبي أو المفوضية الأوروبية أو أي حكومة في العالم. وهذه هي ولاية IGF، وعلينا أن نعمل على تحسين النتائج لتكون أكثر ملائمة، ليس فقط لصانعي القرارات والسياسات، ولكن كل من يهتم بالإنترنت، ونأمل أن نحقق هذه النتيجة. سالي أو سيلفيا، المتحدث الأخير، الوقت محدود. شكرا سيدي الرئيس، وستتح لكم فرصة لاحقة للتحدث. سيلفيا، شكرا. اسمي سيلفيا بيدارت، وإننا عضو جديد في الماج، وهذه المرة الأولى في IGF أيضا، وأمل أن يتواصل ذلك بنتائج إيجابية وبالتزامنا جميعا. وأنا عضو في بيتس لأمريكا اللاتينية، بالرغم من أنني جديدة في IGF، ولكنني واكبت عملية الويزيس في جنيف وتونس وباريس وغيرها ودبي. وبالطبع يجب أن نركز على كلمة أكسس النفاذ،
وتحقق منه وتعزيزه نتحدث عن النمو والشمولية والإدماج وبناء القدرات وتشجيع الصناعات وغيرها من المجالات والأبعاد التي أشارت إليها الأونكتاد من قبلنا ونقدر ذلك للأونكتاد. أمريكا اللاتينية بذلت جهودا وعملية الوزيس في أمريكا اللاتينية أدت إلى اجتماع بين الأمم المتحدة ولجنة الإكلاك في كوستاريكا في العام الماضي لبذل الجهود ولعقد الاجتماع الوزاري المقبل للإلك والإكلاك لجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية في المكسيك بالإضافة إلى IGF أمريكا اللاتينية. وأود أن أعلم ما هي الأنشطة ذات الأولوية أو الأولويات المناطق الأخرى ليس فقط أمريكا اللاتينية والكاريبي. وأود أن أشجع كل أصحاب المصلحة على بذل الجهود في سياق أحداث أخرى. وأخيرا أهني IGF على تنظيم هذا الحدث. شكرا. Thank you very much. شكرا جزيلا. الآن المشارك عن بعد أو المشاركة عن بعد. شكرا. ماريليا ماسيل من البرازيل وتقول إجراءات استعراض وزيس بعد 10 سنوات تشكل ذلك عملية دولية حكومية بالرغم من أنها تأخذ بمساهمة أصحاب مصلحة آخرين. بعد نت مونديال تم توضيح أنه يمكن إصدار وثيقة على أساس عملية تنطلق من القاعدة إلى أعلى. واقتراحي هو أن تصدر وثيقة خاصة بالوزيس بصياغة تعاونية بأخذين بين منهجية نت مونديال. وهذه الوثيقة متعددة أصحاب مصلحة تشكل مساهمات للحكومات التي ستتفاوض في نيويورك. وأن يمكن للحكومات أن تضمن الملاحظات التي تعتبرها مفيدة. والوثيقة يمكن أيضا أن تعكس رؤية أصحاب المصلحة المتعددين لما بعد الوزيس. وعملية صياغة هذه الوثيقة يمكن أن تركز على IGF وهو منتدى متعدد أصحاب المصلحة. وهناك فريق أفضل الممارسات الذي يمكن إنشاؤه تيسير لهذه المهمة. بالمواضيع الفرعية لجدول أعمال IGF يجب أن يكون استعراض الوزيس بعد 10 سنوات. ويمكن IGF أن يساهم بطريقة فعالة في المسائل التي تقع ضمن ولايته. شكرا. شكرا جزيلا. خوان ألفونسو، إما أن تكتفي بدقيقة اليوم أو أن تتحدث لخمس دقائق غدا. ميكروفون لإخوان ألفونسو. شكرا حضرة الرئيس. أولا أود أن أتحدث باللغة الإسبانية وأستفيد من وجود الترجمة الفورية وأهنئ فريق الترجمة. شكرا سيدي. وهذه المرافق ليست دائما متوفرة لنا. إذن اسمي خوان ألفونسو فرنانديز، عضو جديد في الماج، ولدي سؤال. وأفضل دقيقة اليوم وخمس دقائق غدا أيضا حضرة الرئيس. وما أطلبه منك سيدي الرئيس أن تؤكد لنا بندا في جدول الأعمال متى سنتحدث عن التعاون بشأن حلقة مثل الإنترنت وربط ذلك بمواضيع أخرى. هل كان هذا مخططا ليوم الغد؟ وسنتحدث عن التعاون بين IGF ونت مونديال غدا يقول الرئيس. شكرا. ويمكنكم أن تطلبوا الكلمة. لا يمكن أن نحكم خمس دقائق، لقد استخدمت دقيقة الآن، ولكن سنجد الحل التوفيقي. أشكركم شكرا جزيلا. كان التبادل مثمرا وكان طرح عدد من الأسئلة وذلك خلال هذا الاجتماع. وأود الآن أن أطلب من يود الرد بإيجاز على هذه الأسئلة، أي من أصحاب العروض. وبنديكتو سيقدم الخلاصة، خلاصة مناقشات اليوم. بيتر، لم أسمع أسئلة موجهة لك، تفضل. أبسط الطرق للحصول على الوثائق هو عبر جوجل CSTD أونكتاد.
وموقع الويب والوثائق ما بين الدورتين. هذا أبسط السبل، ولكنني لم أتمكن من إيجاد هذه الوثائق مش نفسي. الرئيس يجب أن يكون هناك حياد تكنولوجي في هذا المنتدى، وبالتالي هناك أساليب أخرى لنفاذ إلى الوثائق غير التي أشار إليها بيتر. شكرا. أعتذر من الأمانة عن الصعوبات التي واجهتها في الحصول على الصفحات والوثائق الملائمة، ويسرني أن بيتر قد يسر هذه المهمة. أردت أن أقدم بعض ملاحظات. أولا، شكرا جزيلا لمن قدم كلمات الشكر لعمل أمانة CSTD. أما فيما يتعلق برسم الخرائط، كان هذا تحديا أيضا بالنسبة إلى الأمانة بالنظر للمجموعة الكبيرة من أنشطة الخاصة بحوكمة إنترنت، ونحن نعي أن هذا ملخص يمكن أن نوسع نطاقه. وأيضا كان دهمنا الوقت هذه المرة، ونحن ممتنون لأي تعليقات تصلنا، ونقدر تمام التقدير كل معلومات خاصة بآليات وسياسات العامة لتحسين الوثائق، وأرجو أن ترسلوا تعليقاتكم، والوثيقة ستكون ورقة غير رسمية بشكل CRP ووثيقة قاعة، وذلك ليتم التفكير فيها في اللجنة ولتدمج في استعراض وزيس بعد 10 سنوات. ولدي ملاحظات على ما قاله الرئيس في البداية وكيف يمكن ربط ذلك بالIGF. أما فيما يتعلق باستعراض CSTD فسنجتاز مرحلة حساسة في أكتوبر عندما نجتمع في الIGF، واستعراض العشرات CSTD قدم للإيكوسوك مجلس الاقتصادي والاجتماعي، ونأمل أن يكون اعتمد من الإيكوسوك. وهناك أيضا الحكومات في نيويورك والتي تجري مفاوضات من أجل النتائج النهائية للاستعراض الشامل. وبالتالي أعتبر أن الIGF فرصة سانحة لمجتمع حوكمة الإنترنت لتجميع وجهات النظر حول الصياغة التي ستتاح عندئذ. وبكل صراحة، السفرة من نيويورك إلى البرازيل ليست طويلة، ورحلة ليست طويلة، وربما يمكن أن تشجع بعض المندوبين من نيويورك أن يحضروا اجتماع الIGF في جواو بيسوا في البرازيل. شكرا. شكرا سيدي الرئيس. شكرا. هليا، شكرا وبإجازة كبير. هناك تعليقات وجهت لكم، وفيما يتعلق بدور أعضاء الماج من أجل تجديد ولاية الIGF، وكيف نرسم معالم هذه العملية، وهل هناك أحداث رفيعة المستوى من شأنها أن تلفت الانتباه إلى هذا الموضوع وانتباه الجمعية العامة بصفة خاصة. وسأعود إلى المقارنة مع السير أو الخروج بنفس السيارة من نفس النفق. أقول ذلك أيضا لأنه يمكنكم أن تروا الأبعاد المتعددة وتنوع أصحاب المصلحة والإجراءات والمبادرات والمواضيع المدروسة. ومن جهة، من الهام جدا بمكان، وأعتقد أنه في نهاية الدول الأعضاء أن تستمع إلى كل المساهمات والآراء. من جهة أخرى، إن لم نعمل بترتيب وبنظر لديك الوقت، إذا ما تسرعنا قد يتعرقل السيل لو صح التعبير، ولن نبلغ الهدف بطريقة مرتبة ومنظمة. أقول ذلك لأننا عندما ننظر في جدول أعمال ما بعد للتنمية بعد 2015 وعملية وضع هذا الجدول، فبالطبع هناك صعوبات، وهناك العديد من أصحاب المصلحة والعديد من المسائل، والجميع يود أن يبلغ نفس الهدف. وأعتقد أن هناك مسارات مختلفة، وأهم الأمور هو أن نفسح المجال للدول الأعضاء لتلعب دورا رائدا كما تم الاتفاق على ذلك مسبقا. وبالتالي سأقول فقط، فلندرك كل الأدوار المختلفة التي تلعبها الأطراف مختلفة،
وأن نحاول تفادي الفوضى وأن نعمل بعملية متعددة المسارات ومنسقة ونستمع فيها إلى آراء ورؤى الجميع. وفي بعض الأحيان إذا ما ركزنا على مسائل السير في بعض الأحيان قد نبتعد عن المسار وعن مكان وصولنا. أي بعد الوزيس ما هي الرؤية للعالم إلى ما بعد مجتمع المعلومات؟ شكرا. شكرا يا إلي. فلافيو، هل يمكن أن ترد بسرعة؟ نعم بسرعة. كما قالت نورا من قبل، يعقد اجتماع للأجوبة والأسئلة يوم الخميس هذا الأسبوع، وهذا يشكل جزءا من اجتماع المجلس الانتقالي، وكل اجتماعات المجلس ستكون مفتوحة من الآن فصاعدا، وسيمكن نفاذ إليها أيضا على الخط عبر أديجو أو كونكت أدوب كونكت، ويمكن أن تنظروا في ذلك على الموقع لأي برنامج الاجتماعات وهي مفتوحة. وهناك دائما مجال أي 90 نصف ساعة في بداية الاجتماع للأجوبة والأسئلة. ولكن أما عن الردود، ليست لدي ردود محددة على الأسئلة المرتبطة بما يشكل أمرا ملزما قانونيا أو شبه ملزم إلى آخره. وإذا ما كانت هناك تغييرات ليست لدي ردود على هذه الأسئلة، ولكن هذه أسئلة وجيهة يجب أن تطرح يوم الخميس في الاجتماع يوم الخميس المقبل. شكرا جزيلا. وأود الآن أن أدعو سعادة السفير بنديكتو فونسيكا لاستخلص عبر عمل اليوم. شكرا ليوهان. هذه ليست بالمهمة السهلة، لأن هناك مفاهيم كثيرة وأفكار طرحت ومواضيع مختلفة ومتنوعة. ولكن أود أن أوافق على ما قلته سيد الرئيس من قبل، أي المناقشات بعد الظهر خاصة كانت في غاية الأهمية فيما نستعد للدورة العاشرة للأجيال في البرازيل، لكي يساعدنا ذلك على قولبة هذا الحدث بطريقة متمشية مع ما يجري في المبادرات المختلفة. ومن الأهم بما كان فيما نستعد للأجيال في عشرة أن نحاول ربط ذلك بالمناقشات الجارية حول حوكمة الإنترنت، وأن نحاول إجراء الحوار وأن نجعل هذه المواضيع تفاعلية وأن نلعب دورا نشيطا. ولطالما قدمت ملاحظات تفيد بأنه لا يمكننا أن نعمل بمعزل عن في منتدى متعدد أصحاب المصلحة، لا يمكن أن نعيش بمعزل عما يجري في أماكن أخرى كالأمم المتحدة ومنتديات محافل أخرى. ومن الأهم جدا بمكان أن نحاول بناء الجسور، وهذه المبادرات مرتبطة فيما بينها. وهناك جانب هام جدا، أي أن المسألة تتطلب الاحترام المتبادل وقبول وجود الآخرين، وهذه مسألة ليست بديهية. فإما في منتدى متعدد أصحاب المصلحة أو في منتديات أو محافل أخرى، فبعض المشاركين لا يعترفون بأسلوب الآخرين للإطلاع بالأمور. وهذه أيضا من التناقضات والمفارقات بالنسبة للوفود الوطنية. وكحكومات حاولنا أيضا أن نفكر في هذا الموضوع، وكانت هذه رؤية رئيس اليوما عندما اجتمعت نات مونديال، أي أننا ملتزمون تمام الالتزام بنهج تعدد أصحاب المصلحة. في نفس الوقت لا يمكن أن نتجاهل المسائل التي يجب أن تعالج من منظار صانعي القرارات وفي سياق متعدد الأطراف. وفيما نتجه نحو اجتماع الأجيال في المقبل، يجب أن نطلع على ما يجري في الأمم المتحدة والاتحاد الدولي للاتصالات وربط بين هذه المبادرات بطريقة تحترم كل منها وكل من المحافل والمنتديات. وسأقدم متعلقا مختصرا لأنني أعلم أننا تجاوزنا الوقت المتاح. فيما يتعلق بمبادرة نت مونديال، هذه مسألة تلتزم فيها البرازيل وفكرت فيها ماليا،
وهناك أيضا اجتماع بهذا الخصوص يوم الخميس، وبما أني عملت مع نت مونديال منذ البداية منذ اليوم الأول، وأعتذر على لدناجل لأن استخدمت عبارته داي زيرو من اليوم الأول. سأقدم عدة ملاحظات على هذا الأساس وبشكل مختصر. أولا، تحدثتم كثيرا عن المواد المالية والقدرة المتاحة لنا، ومن بين والمواد المحدودة ومن بين الأسباب وراء دعم نت مونديال هو ضرورة توسيع نطاق هذا الدعم، وليست لدينا نظرة محدودة، بل نود أن نوسع النطاق ونوسع القاعدة، قاعدة الموارد المالية والبشرية، عن طريق إشراك مشاركين جدد. هذه من بين العناصر الرئيسية لهذه المبادرة نت مونديال. وهنا سأعود إلى النداء المقدم من الرئيسة ديلما روسوف، أي أنها تود مبادرة شاملة واجتماع يشارك فيه الجميع لبلوغ النتائج المرجوة، وندرك جميعا أن المشاركين لم يوافقوا على النتائج النهائية، ونحن نعي ذلك ونحاول تعويل على نتائج مبادرة نت مونديال دون أن ننسى أن الاقتراح الأساسي أن تكون هذه العملية شاملة. وإذا ما كانت هناك جوانب تودون تعزيز المشاركة فيها، يمكن العودة إليها من صاحبي الاقتراحات أصحاب الاقتراحات. وأما فيما يتعلق بالمسائل الأخرى، أؤيد ما قاله المتحدثون من قبل، أي أنه في سياق التعاون المعزز والفريق المخصص لهذا التعاون، تم التركيز على ضرورة رسم خرائط للمبادرات والإجراءات المطبقة حاليا للابتعاد عن جوانب اللغوية الصرفة التي سادت في بعض الأحيان، وأن نبتعد عن الكلام وأن نركز على الجوهر لنعلم من يطلع بماذا ترتيبا للأمور. وهذه الخرائط ستكون مفيدة جدا، ونتطلع لموافقة رسمية على ذلك الاقتراح واعتماد ذلك كقواسم مشتركة نعمل على أساسها. وفي هذا نفس الاتجاه، تقديرنا لاجتماع بوزان للاتحاد، وأن الاجتماع كان مفيدا جدا، إذ أن الآراء توافقت واتخذت قرارات هامة وشكل ذلك قواسم مشتركة. أقول ذلك لأن هناك العديد من التطورات الإيجابية الجارية، وفي نفس الوقت هناك بعض التحديات التي يجب أن نعالجها فيما نستعد للIGF العاشر. وأعتقد أن أهم التحديات أن نقول بالIGF بطريقة نبرهن ليس لأنفسنا هنا، ولكن لمن هو خارج القاعة قيمة العمل بهذا النسق وبهذا الشكل. وبهذا المعنى، الزملاء من مقدونيا ومن كرواتيا قرأوا في ذهننا، لأننا حاولنا أيضا بالتحديد التفكير فيما يمكن الاطلاع به في نيويورك للتوعية إذا هذه المبادرة التي اتخذناها. وهذا يجعلنا نشعر بمسؤولية نحن في البرازيل لتوعية في نيويورك بالمشاركة مع الوفود التي تشارك في هذه العملية والمبادرة، ونأمل أن تساعدنا في التوعية وأيضا بالشراكة مع الأمانة. ومن الأهم بمكان أن ننظم حدثا أو ربما أكثر من حدث في نيويورك، حضرت في نيويورك سابقا، ونحن بحاجة إلى حدث أو أحداث تركز على المفاوضات الجارية حاليا، وربما حدث رفيع المستوى أيضا، وربما أن نبدأ في الربع الأول من العام المقبل. ومن الهام بمكان أيضا أن تشارك بالتنمية المتقدمة وبالتعاون مع الأمانة لتنظيم ذلك في نيويورك، وهذا سيبين شرعية العمل التي طلعنا به حتى الآن. سأتوقف عند هذا الحد، ربما هناك عدة جوانب أخرى يمكن أن نطورها.
الرئيس شكرا بنديكتو على هذه الملاحظات الختامية وشكرا لكم جميعا على المشاركة. لدي خبر خير صار لمن يأتون من أوروبا لأن هناك اجتماع آخر. إن هذا الاجتماع سوف يعقد في المطعم ونحن جميعا سوف نجتمع في الساعة 10 تماما في صباح الغد وسوف يكون اجتماع الفريق الاستشاري المتعدد الأطراف وسوف نقسم هذه القاعة إلى اثنين واجتماعنا سيكون على الجانب الأيمن. شكرا لكم وسهرة طيبة وسنلتقي غدا.